طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعاله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الرادار. نرحب فيكم ونصب عليكم بالخير. الواحده والنصف فجرا، وش احلى من ان نجيكم في الفجر؟ وش احلى من انكم تشوفونا في مثل هذا الوقت مع النقاد الجميلين الرائعين المنطقيين والعادلين؟ خلوني ارحب في البدايه بالاستاذ علي الغامدي، حياك الله يا ودخل الله. اول شيء صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، ويوم سعيد وصباح مختلف مع متسابقين الكرام ومشاهدين الكرام في انطلاقه الشهر الثاني لبرنامج كاريزما الموسم الثاني. الله يحييك، الايام تروح بسرعه. اي والله تمشي، والله الايام تركض، الله يكن الشر. كذلك ارحب بالاستاذ الناقد فهد معيان، حياك الله ابو محمد. الله يحييك يا ابو عبد الله ويحيي كافه الزملاء، يحيي الحياه بشكل عام. تحياتي واشواقي الى مدينتي الغاليه، مدينه خميس مشيط التي احبها وترعرعت فيها واحب اهلها. تحياتي الى حي ام سرار الذي ولدت فيه، الى حي الامجاد الذي عشت فيه، تحياتي الى حي مخطط هيف الذي قضيت دراستي فيه، تحياتي الى خط المياه الذي يعني كثيرا ما هربت من ابي اليه عندما كان يخاصمني وانا مراهق. تحياتي لجميع ابائي وجيراني واخواني وابناء عمومتي الذين اشتقت اليهم وانا افخر بهم. تحياتي الى تلك المدينه العظيمه التي تمثل جزء غالي من هذا الوطن. للامانه اني 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 اني, إني اشتقت الخميس. اشتقت الخميس هناك مطر حياة ما شاء الله. والله يجعل السيل، وعلى طاري يجعل السيل يجي الجوف ديرة بني عمي، يجعل السيل يجي سراح، يجعل السيل يجي المدن المملكة كلها. على طاري الديار والسيول، اليوم مدينتي الغالية تربة مسيولة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ويرسلوا لي اخواني من تربة سيول تربة، اسأل الله ان ينفع بها. ومسي على الحيرية، على شوارعنا في الرياض يسوون علينا حجر اتصالي مع جميع المدن اللي يجي موسم الامطار عندها الحين. فهم يفتحون الاتصال عندنا لما جاء في موسم الامطار. لا فهد الرياض بحيث نحن نقهر جميع المدن اللي ما عندهم، اللي هم يقهرونا، اللي يقهرونا. لا والاجواء بدها تزين مع عوده المدارس. والله اسمع، والله اليوم درجه الحراره 35، امس كانت 76، اليوم 35. اللهم لك الحمد. يا ربي لك الحمد. يا اخي يا جمال وطننا ومدن وطننا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه ويديمه علينا. كذلك نرحب بالجميل جدا والمختلف جدا والرائع الاستاذ شيخ وليد هاني، اللي اليوم تم استبعاده من البرنامج بطريقه غريبه من ابو سلطان. احنا في البدايه خلونا نرحب بوليد، حياك الله وليد. الله يحييك، الله يسعدك، الله يسعدك. كيف الحال؟ الاخبار؟ الله يحييك يا وليد، منورنا وليد. طبعا وليد اليوم تم استبعادك من ابو سلطان، وكنت انت زعلان جدا من هذا الموضوع، وتدخلنا احنا يعني في فقره النقد، طلبنا ابو سلطان لعودتك ووافق ابو سلطان. كان هذا خلف الكواليس، كان في مناسبه مقامه لعبد الاله بن ناصر، تعرض لحادث مروري، وكان الشباب في الانتاج بيض الله وجههم الاستاذ طلال الشيباني مسوي مناسبه، واجتمعوا عدد من المقدمين اللي حضروا اليوم. الحمد لله على السلامة يا عبد الله وبيض الله وجهكم. كان معنا وليد بعد الاستبعاد. أول شيء خلينا ناخذ الخطوة الأولى، لماذا تم استبعاد وليد؟ والله وأنا أنا كنت موجود من البداية كده. في توضيح معين أنا عايز أوضحه عشان الموضوع ما يختلطش على أصدقائي المتسابقين، وفي نفس الوقت كمان ما يختلطش على المشاهدين. أنا مش متسابق. إيه، دي بداية. أنا مش متسابق، أنا موجود. المفروض انا كنت همسك التيك توك، و او انا اوريدي ماسك التيك توك والانستغرام، المفروض بتاع بتاع قناه الواقع. والمفروض ان انا ابو عبد الاله دخلني، يعني قدمني تقديمه جميله جدا جدا للشباب واصدقائي المتسابقين، والمفروض ان انا كنت معاهم 3 ايام، انه انا اجلس معاهم وان انا ابقى معاهم في الرياليتي، وفي نفس الوقت من وقت للتاني اوثق بعض الفقرات اللي هم بيقدموها، ونعمل مع بعض كده رياليتي كويس. انا ابقى معاهم في كضيف طبعا لمده 3 ايام، وانا مسموح لي اصلا ان انا امسك الجوال وان الموبايل يبقى معايا. يعني ده اصلا من الصلاحيات اللي هي اوريدي موجوده معايا، بحكم ان انا بصور بعض الفعاليات ليهم، وده طبيعي، ده هم المفروض عارفين ده. تمام. طبعا انا في حاجات من قوانين البرنامج انا مش ملم بيها،
طبيعي لان انا ضيف لسه جديد ففي حاجات ممكن ما اكونش عارفها فممكن يكون خطا مني ان انا جلست مع حد من الشباب. انا النهارده الصبح شفت في تويتر الـ يعني انه في بوست كان استاذ تركي منزله انه الليله, فقلت وانا قاعد كده بعفويه مش قاصد اي حاجه, ممكن استاذ تركي يجي النهارده, ممكن شفت تريد. لكن هل انا طلعت جوالي او طلعت موبايلي وريت احد؟ لا, يعني انا حتى لو جالي حد من المتسابقين قال لي انا عايز جوالك, عايز اسوي مكالمه, عايز اعمل حاجه, طبيعي انا بحترم البرنامج وبحترم, انت يعني عارف سياسه برنامج ممنوع جوال وانت ملتزم, يعني طبيعي انا مش هخرب عليهم ومش هسمح ان حاجه زي كده تحصل من خلالي انا, لان انا بحترم القناه وبحترم الاداره بتاعه القناه وبحترم القوانين المحطوطه او الرولز المحطوطه للفكره عموما بشكل عام. فطبيعي جدا ان لو حاجه زي كده حصلت انا مش هسمح بيها. فانا ما اعرفش مين اللي نقل الكلام او ايه اللي وصل الموضوع. انا فجاه بقول له انت في ناس, وفي البدايه انا ابغى مناحي اللي تجينا في الكوبس الروم مناحي الرجماني بسال, انت هناك من نقل من المتسابقين الى الاداره انه اللي خبرنا هو وليد هاني صحيح؟ يعني في احد انت ما نقلت ما بلغت الاداره انه انت اللي؟ لا, انا اصلا ما انتبهت ان ده شيء ممنوع يعني, يعني ولا بلغت الاداره انه ولا احس انه حاجه عاديه, لانه البعض كان يعتقد انه انا بتكلم بلغه التوقعات انه كان يعتقد انك انت عباره عن جاسوس للاداره. لا اكيد لا, انا دي مش الدرجه دي صح. لا, بس ابو عبد الله يسال السؤال الان بعد جانب جميع يعني. انا مستحيل ارى انه ممكن ان وليد هو جاسوس. طيب وليد, هي فكره تسويقيه رائعه جدا من ناصر انه ترى من سيمسك حسابات القناه في التيك توك وانستغرام هو وليد هاني. وليد هاني غني عن التعريف في مساله الفلوقات اللي تسويها والتغطيات في حسابك, ما شاء الله تبارك الله. وكان يبغى الجمهور يتعرف على من هو اللي بيمسك حساب القناه. يعني ما شاء الله ابو سمره ماسك السناب, الكل يعرف ابو سمره. اليوم كنا نبغاكم تعرفوا من هو وليد. وليد هو اللي بيمسك تيك توك وانستغرام, لكن طريقه استبعاد وليد زعلت وليد صحيح؟ اكيد, بس هو انا ما اقدرش اتكلم, يعني هو صاحب القرار واكبر مني ولابد انه ليه احترامه, ومش ما ينفعش ان انا اتكلم في حاجه. يعني طبيعي قال لي اطلع من البث. ليش ما سمع منك؟ ما تدخل البث, خلاص طلعت. طيب ليش ما سمع منك؟ ما اعرفش, هو يعني انا جات لي لو كان اعطاني مجال ان انا اتكلم اكيد كنت وضحت مثلا موقفي. انا كنت ماوي إن كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي, جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس, لا جات باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام, نقول لك بعده منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف, كشتتك بالنفود أو الثمامة, باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك, أمك أو زوجتك, أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة, وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدامي. غسلة مجانية لسيارتك, عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال, باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز, من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك. نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكري الممتاز, اختر الأفضل لك ولعائلتك.
شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي انك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود، ولا تنسى كود الخصم KA 229 ريال بس. كاريزماوي بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم، كبار بانتشاره في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع، شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة ببرنامج كاريزما. انا كاريزماوي وبتحدى اقلب على الطالب وانا المبدا مالي معكم. مناديل عبال، لمسة ناعمة في كل الأوقات، متانة عالية لجميع الاحتياجات، جودة وبهجة في كل المناسبات. مناديل عبال، خيار الأسرة المثالي. كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعدها منك المال ومن هالعيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفوذ أو الثمامة. باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. غسلة مجانية سيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك.
نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكر الممتاز، اختر الأفضل لك ولعائلتك. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي انك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود ولا تنسى كود الخصم KA229 ريال بس. كاريزماوي بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم، كبار بانتشارهم في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع، شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة ببرنامج كاريزما. انا كاريزماوي وبتحدى اقلط على الطالب وانا المبدا. مناديل عبال، لمسة ناعمة في كل الأوقات، متانة عالية لجميع الاحتياجات، جودة وبهجة في كل المناسبات. مناديل عبال، خيار الأسرة المثالي. كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعدها منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفود أو الثمامة. باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. غسلة مجانية سيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية.
بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك. نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، اختر الأفضل لك ولعائلتك. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي انك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود ولا تنسى كود الخصم KA 229 ريال بس. كاريزماوي بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم، كبار بانتشاره في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع، شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة برنامج كاريزما. انا كاريزماوي وبتحدى اقلب على الطالب وانا المبدا مالي معكم. مناديل عبال، لمسة ناعمة في كل الأوقات، متانة عالية لجميع الاحتياجات، جودة وبهجة في كل المناسبات. مناديل عبال، خيار الأسرة المثالي. كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي. Yeah.
اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة كارزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل انا كارزماوي 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 وابتحدى اقلط على اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي
أحياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل خلال الفني نعود إليكم من جديد، نستكمل أحداث الليلة الماتعة والرائعة جدا بوجود نقادنا وكذلك المميز والرائع جدا وليد هاني. وليد، توقفنا عند أن وليد هاني راح يمسك حسابات القناة في تيك توك وإنستغرام بإذن الله تعالى، وكانت هذه الفكرة الأساسية لحضورك للقناة. أكيد. ولكن أستاذ ناصر بفكرة جميلة جدا، حتى الجمهور يتعرف على الشخصية المميزة وليد، مثل ما تعرفوا على أبو سمرة في السناب أنه وليد يدخل مع المتسابقين ويعيش معهم الرياليتي ويتعرف عليهم وهم يتعرفون عليه، وبعد كذا وليد إن شاء الله راح يمتعنا بفلقات حلوة في تيك توك وإنستغرام. والله هو يعني وجودي مع الشباب هو أكيد إضافة لي، وأنا سعيد أن أنا تعرفت على شباب جمال زيهم، ويشهد الله والله أنا ما عنديش أي مشكلة مع أي حد من الشباب، يعني أنا كلهم دون استثناء أنا بحبهم وبتعامل معهم كأنهم أكتر من إخواتي. يعني حتى لما دخلت أول مرة، أول دخول لي كان عندي، كنت بقول لهم إن لو حد عنده سؤال كمان في السوشيال ميديا يسألني، وأنا مستحيل أبخل بأي معلومة، حتى لو فضلت عشان أجيب المعلومة دي 6 سنوات مثلاً، قلت لهم أنا مش هبخل عن أي معلومة عندي لكم. يعني يا كرمك يا وليد. خلنا نسأل فهد. فهد، كيف شفت استبعاد أبو سلطان لوليد، أو طريقة استبعاد وليد؟ طريقة استبعاد خاطئة وكارثية ولا تلق، وأنا أشوف أن هناك تخبطات من أبو سلطان أن يستبعد وليد. تستبعد وليد وتخلي محمد الودعاني اللي قدح ودخل الغرفة وخلاك، مو منطقي يا أخي. وليد أضاف للبرنامج إضافة جديدة، كان نكهة في البرنامج حتى مع الشباب، أمس يوم يمزحون معه في الكومش الروم، يوم الأزمة طقطقت معهم في الهواء، سوى إضافة، سوى جو آخر. من زمان ما كان، يعني من زمان ما دخل علينا شخص آخر في الهواء، يعني ثقافة جديدة، لهجة جديدة، شكل جديد، تعامل جديد، ناهيك عن الرجل يعني إعلامي سابق ومتمكن، والله عنده خلفية يا أخي. لكن أنا أعرف من يورطه. من؟ أنا عندي علم من يورط، أنا أخلي أظهر لي أنا. اللي نقل المعلومة هناك؟ نعم. ما أدري، سمعت إنه فلاح. طيب. من؟ فلاح. العاصمي؟ أنا ما مش معلومة، أشوف أنا ترى منطقي، مش معلومة 100%. لا، العلم الأكيد عندي أنا. بس اخاف اقولها اقهره هو. لا لا عادي عادي، المعلومه الاكيد انا بقولها على الهواء الان. عادي جدا بقول لك اياها. اولا يعطيك العافيه وليد، والله يحييك في بلدك الثاني وبين اهلك واخوانك حبيبي. انا ارى انه قرار تركي نوعا ما مخطئ في جانب، وفي جانب اخر عادي مخطئ. في جانب وليد جاينا 3 ايام، يعني استبعاده ليش؟ هذا اول شيء. اما طريقه الاستبعاد رنا عادي، لانه زي متسابق اخر ذكرها اي احد سالفه توكل على الله، عادي جدا وبسيطه. لكن نرجع لاصل الموضوع، تمام. وليد ذكر انه هو اخطا في طريقه دخوله على ابو سلطان، لانه هو من اوقف ابو سلطان في منتصف القرارات او الحديث في اول سكريبت له، فكان داخل عليه بطريقة كوميدية، فكان أبو سلطان نوعا ما بيوقف الأمر ذا عشان ما يكون أي أحد من المتسابقين يحاول يدخل عليه، فقال استبعاد فقط لا غير. ولا لو كان انتظر لين حين السؤال له كان ممكن. بس أنا ما كنتش داخل بطريقة كوميدية بمزح، أنا كنت بقول له، يعني أنا كنت مبتسم من باب الانحراف. أنا مبتسم. أيوة، بس أنا مش داخل يعني بضحك أو كده، لا. وأنا كنت بقول له، هو طبعا من داخل طبعا انا مش زعلان من مناحي، بس انا كنت قلت لمناحي انا بعدين ممكن لو جاء اخوك اقول له، قلت له لو جاء هقول له ان انت تقول له من باب طقطقه ولا من باب الحقيقه. ايوه، انت تنقل الحقيقه، بس الاسلوب اللي جالس تنقله مو عفوا ممكن تكون طريقتي الـ 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 السبب جالس تنقل له. ايوه، ما هو منطقي. يعني دقيقه، انا ما عندي مشكله انه هو ما هو يصيح، بس انه يعني موقفني عشان تقول اخوي طقطق عليك. ايوه، انا عندي شكوى يا اخي. اذا جاء الدور هو باقي ما خلص. لا، ليش هذه مشكله؟ ما خلص علي. رجعنا للمربع الاول، انه اخوك مناحي. طيب، متسابق مثل اي متسابق. هو في الاول والاخير ذكر برضو معلومه اخرى، بنذكر سالفه اخوه مع اخوه، هو ذكر معلومه ان انا شفت البوست الصباح، ومو الصباح، البوست نازل الساعه 3 العصر، باقي ساعه ونص هذا المغرب. هو الصباح بالنسبه لي انا كنت نايم وصحيت من النوم متاخر. بعد ما قمت من النوم تقصد؟ هو يقصد. كنت تعبان جدا اليوم، لان انا كنت معاهم في البث لحد 6 الصباح. لحد 6 الصباح وكان عندي منتج. الصباح ما يكون العصر، العصر انا بفطر العصر خل الفطور.
نفس بعيدا عن الصباح العصر العصر. طيب ايوه انا كنت صاحي متاخر اليوم، يعني اول ما صحيت اتوضيت وصليت، حتى ما افطرتش ما اكلتش، كان عندي شغل مونتاج خلصته بعدين فتحت فشفت البوست، فعشان كده قلت الصبح. انا يعطيك العافيه، بس انا ارى ان الموضوع جدا بسيط، تكبر بين وليد وبين هاني وهو عادي جدا. طيب امر جدا بسيط. كان فيه وليد كنت بتتكلم عن مناحي موجود معنا في الكونفرنس روم شباب. طيب جيبوا لنا وليد، انا كنت ابغى مناحي، طالب مناحي، ليش ما جهزته؟ لانه 25 دقيقه الحين. طيب خلينا نسال وليد، في مقاطع انتشرت في السوشيال ميديا انه ابو سلطان دخل عليك خارج البث وانت انحرجت قوي جدا. قبلها كنت تقول انا بقابل تركي بتكلم، لما جاء ابو سلطان كنت عايز اعاتبه عتاب المحب، يعني إيه انت كنت قبل يجي بالعربي بالعاميه بلغتنا احنا، انت كنت قبل يجي ابو سلطان تهايط، انا هعمل بلغتنا احنا، انا اذا جاء ابو سلطان حناك شو حقول لا لا، هو انا كان حتى لو هيبقى عندي نقاش في حاجه كان هيبقى انه كنت بس عاوز يبقى لي فرصه انه انا اوضح موقفي بس. انت الطريقه اللي استبعدت فيها انت زعلان منها، بس الطريقه انه كنت عايز بس ان انا اوضح موقفي، يمكن فعلا زي ما قلت قبل الانقطاع بس انه يبقى في فعلا سوء تفاهم. طيب بسالك جد 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 بعيدا، اكيد تفضل، ليش ما قدرت تتكلم لما شفت ابو سلطان؟ انا يعني هو اكبر مني واكيد له احترامه وليه هيبته واحنا كنا جالسين بناكل، يعني ما كنت عايز اقوم وكده، وفي نفس الوقت محروق ان انا اقوم واقعد، يعني كان الموضوع وكنت متوتر اصلا، لان كان الموقف لسه خلصان. هو كان يقول انا اذا جاب سلطان حرد عليه وحسأله وعاتبه عتاب محب، انه انا انت خرجتني من الفقره، طب اعطيتني مجال اوضح، هل انا كنت ملم بالقوانين انه انا كنت عارف ان دي مثلا حاجه ما ينفعش تحصل، هل انا مثلا عبرت والله يا جماعه انا غلطان فعلا، طب انا اسف انا بعتذر على خطئي هذا. فعتبك على زميلك اللي نقل المعلومة؟ لا ايوه ها؟ ايه؟ زميلك اللي نقل المعلومة؟ تسمح لي اشاوره من ينقل المعلومة؟ لا ما يحتاج اشاوره، من نقل المعلومة؟ لا لا ووضح لابو سلطان هو لا 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 عندي المعلومة لا لا بشاور ما عندي لا تشاور ما يحتاج اقولها على الهواء ولا اشاور خلنا نشوف ردة فعله تعال اقسم بالله هو شوفني يا وليد اللي طيب نقل المعلومه مع عيان لا يستطيع ان يقول معلومه على الهواء لا ابغى اشوف ويمتلك لا لا ابغى اشوف الرياكشن اللي نقل المعلومه محمد مكي والله بحمد لا 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 مو محمد مكي محمد مكي والله مكي. والله مكي. إيه. طيب معنا طيب معنا ناحي بالكوميس الروم فهمت خصمك مين الحين اذا كان خصمك صديقك فمن اخوك معنا مناحي مناحي حياك الله يا مرحبا صباح الخير صباح النور والسرور حياك الله شلونكم طيبين الله يسلمك مناحي انا بتركك مع محمد اليوم محمد انا ابغاك تناقش مناحي محمد عفوا وليد ايه انا محلنا ذكرنا في محمد مكي بالنسبه ل طيب اصبر 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 ما بعد سالك وليد ما بعد سالك وليد انت كان في عتب على مناحي كنت بتقول لابو سلطان ايش هذا العتب انا كنت بناقشه انه مناحي امبارح لما كنت في الغرفه هو يعني كان ببدايه اصلا كلامي حتى معاه كان زي ما تقول بيتريق علي او ممكن يكون مثلا هو مزح او هزار وانا يمكن برضو حساس بزياده بس في بعض الحاجات برضو مناحي عملها ضايقتني شويه بس هل انا بعدين فضلت متضايق من الموضوع لا اتعاملت معاه عادي لكن الموضوع يعني زي ما تقول اخذته بخاطري انه مناحي لما انا اعمل معاه حاجه حتى يجي يكلمني يتناقش معايا وليد انت سويت كده انا سويت كده انا بتكلم مع مناحي كانه اكثر من اخويا كمان وبتكلم معاه ومش بس مع مناحي مع كل المتسابقين مش بس مناحي يعني فانا بقول يا مناحي يعني توقعت منك تقف في صفي طريقك مناحي ارد اوقف في صفك من ناحيه ايش وش اللي ما وقفت انا معك فيه بالنسبه يوم كنت تقول اني متضايق من مناحي عشان يعني بيهزر معي ولا شيء انا لا لا انا لو هزار شوف انا اقول لك حاجه لو هزار يا مناحي انا مش زعلان منك الهزار او المزح اللي ينحسب مزح اللي انا افهمه منك انه مزح او هزار اكيد مش هزعل يعني طيب. انت سعد انت ممكن انا اهزر معاك مثلا هزار انا مصري ممكن اهزر معاك هزار مصري انت ممكن ما تفهموش صح ولا لا حلو طيب اذا انت اتضايقت من هزار معين انا بهزره معاك وانت زعلت مش هاجي اصالحك حلو طيب انت لما لقيتني انا زعلت او اتضايقت جيت صالحتني ضايقت من ايش انا ايش رايك زعلان ولا مضايق انا خليني اكمل كلامي بعد البث مش جيت قلت لك مناحي انت بتتريق علي اكسجين شويه إيه؟ في كذا موقف يعني مش حلو. جيت قلت لك طيب قلت وبعدين وش صار بس ما وضحت ليش حاجه يعني ما لا 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 قول لي وش اللي صار انت قول لا انا بقول لي وش اللي صار كامل اولا اول ما جاء وليد انا من النوع اللي ما اسولف مع احد ولا اضحك مع احد لين اعرف الرجال
هل هو يتحمل المزح او ما يتحمل؟ بس في فرق انه اتحمل. خليني اكمل لو سمحت، خليني اكمل كلامي بعدين. في حاجه، في فرق انه اتحمل مزح وفي فرق انه انت بتخليني اكمل. الله يرحم ابوك اللي جابك. خليني اكمل طيب. خليني اكمل، اذا خلص كلامي يتكلم. تفضل. يلا تفضل يا مناح. وراك سيف خلاص، خلنا ننهي النقاش. تفضل يا مناحي. بعدين انا اول يوم جاء فيه انا قعدت والله لا سولفت ولا شيء، قعدت اناظر بس فيه واشوف وش علومه وش اخباره، ما قلت له اي شيء. جاني هو ثاني يوم وليد قال مناحي انت شايف خاطرك علي او ما تبيني اجلس مع، يعني متضايق من وجودي؟ قلت له والله بالعكس. صح يا ولد ولا لا؟ ايوه عشان كنت شفت. خلني اتكلم. قلت له لا لا والله بالعكس. دقيقه يا مناحي، عشان ايش؟ عشان كنت شفت الناس يقولون ان انا لما جيت اول ما دخلت وجلست سويت فقره، هو وضح لي شيء تاني كان هو متضايق من حاجه، دي مالهاش علاقه بالمشكله بس عادي بقولها. يعني هو كان في حاجه معينه متضايق منها يومها، فكان الاكشن وشه انه متضايق او زعلان، فانا فكرت انه زعلان مني، فرحت قلت له حلو انت زعلان مني في حاجه؟ شفت؟ عشان انا بقول لك انا لما حد يزعل مني، انا ما يا وليد مش حد يزعل مني. رحت قلت له انت زعلان مني في حاجه؟ زعلتك في حاجه؟ قال لي والله ابد يا وليد بالعكس، انا والله لاني بزعلان منك ولا بيني وبينك اي شيء، وغالي عندي. بعدين اللي انصدمت، اللي المفروض انت تقول اذا كان زعلان من الشخص نجي عاتبه. أكيد. انا جايني قال لي يعني انت ما تسولف وتضحك؟ سولفت معك وضحكت، شكيتني على ابو سلطان. المفروض انك تجيني وتقول يا مناحي لا تطقطق معي، مع انك انت جيتني قلت انا ابشر. طب سؤال 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 اسالك بالله. انا مش جيت قلت لك يا مناحي؟ جيت قلت لك يا مناحي انا حساس. قلت لك ايوه مش جيت قلت لك انا حساس جدا وبدأ. انت جيتني قلت يا مناحي انا حساس، قلت على خشمي. وصار بعدها؟ هل انا طقطقت عليك بعدها؟ لا لا. طيب ما دخلت اليوم البث معكم خلاص. طيب وش له تجيري يا ابو سلطان؟ انت تجيني وتقول ميدي بعدين تقول دقيقة. وبعدين بقول لك حاجه يا وليد، شفت اللي نقل معلومه؟ قسم برب البيت انا محمد مكي اللي نقل معلومه للاداره، قسم بالله انه محمد مكي. دقيقه منك وفيك. ايش 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 عرفك يا مناحي ان محمد مكي؟ جايتني معلومه من ما اقدر اصرح من، بس عشان بس انا بيها عشان بس ما اشك فيك. ولا انت سمعت من فهد معيان وعلي؟ لا 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 بس انا بيه عشان بس احط هو ما شك فيك. ما شك فيك ما شك فيني انا، انا ما بيه شك المتسابقين كلهم. لا لا ما انا انا اتكلم عن المتسابقين. لا والله ما شكيت فيك. اي ما شك فيك. لا والله انا داري ما شك فيك. والله طيب بس يا مناحي، مناحي دقيقه، مصدر معلوماتك يعني هذا خبر الان بين مثلا الاداره ومحمد مكي، فهد بحكم يمكن علاقته بالاداره عرف، لكن انت كيف عرفت؟ عرفت انا. هل ابو سلطان بلغك؟ ابو سلطان بلغني؟ ما ادري عنك. انا اسال من مصدرك؟ مصدري من الاداره، من محمد مكي نفسه. محمد مكي قال لك؟ اي نعم. يعني قلت من ليش انا، هل انا موصل الخبر ولا شيء؟ قال لا محمد مكي. طيب انا بسال سؤال ثاني، لماذا لما ابو سلطان استبعد وليد ما حد تدخل منكم، ولا انتم ما تبغونه؟ كيف دقيقه، ابو سلطان لو يستبعدني ما تدخلت. ما استبعد. لا تكلم لا عني انا، لا تكلم، تكلم عن متسابقين ثاني. ابو سلطان لو يستبعدني انا ما قلت شيء. طيب شكت لا لا اتكلم عن زملائك. طيب انت زملائي كل واحد فيه لسانه ويرد. لماذا انت برايك يا مناحي لماذا ما شفنا رده فعل او وساطه لوليد، او انكم تبغون وليد يطلع؟ انت تعرف ابو سلطان حق المعرفه، اي واحد يتكلم يخصم عليه ويستبعد. لا لا شوف في البرنامج هذا انا ما اعرف ابو سلطان. دقيقه انت تجيني يا وليد تقول انا حساس ولا تمزح معي ولا تهزر معي، بس اذا احد اخطا عليه وقفوا معي. هذا لغز، مساله رياضيه مو بشخصيه. معليش يا انك تقبل كل شيء ونقبل مع بعض كل شيء، انا ولا لا تقول لي والله انا حساس بس اذا دخل علي السلطه العليا وقفوا معي. انا سنة. اتكلم عن راي ابو عبد الله. فهمت الفكره؟ بس عشان اوضح لك. طيب وش ذنبي يا تكون واضح معي وفاتح كل شيء الدنيا بحري؟ هو عشان قال انا بهزر، انا بتقبل هزار يعني عادي. انا بتقبل الهزار، انا ما عنديش مشكله، بس في فرق. انا حتى جيت اقول له في فرق بين اني انا ما اتقبل الهزار وان انا ما اعرف اصلا ان ده هزار. انا بقول له احيانا انت ممكن تهزر معي هزار انا ما افهموش. طيب أصلاً. انت طيب انت جيتني قلت يا مناحي انا حساس صح؟ انت وضح لنا قبل. وليد إيه انا قلت له، قلت له انا بجي اهزر معكم بالاخراسك بالكوره. لا لا ممكن انت تساله، انت تمزح وتتكلم بجد. ترى بالمناسبه مثل معاناه اللي الان تكلم عنها وليد فعليا قاعد يعاني منها سيف، بس سيف ما تكلم. سيف من؟ سيف الجنيبي. سيف الجنيبي مش متقبل ترى مزح الشباب، لانه يقول احنا ما عندنا هذه الطريقه. يعني العادات تختلف بين الدول، المزح يختلف بين الدول. شيء طبيعي يعني. القاره تختلف من الشمال للجنوب. إيه ففي بالفعل احيانا شخصيات مو قادره تعبر، لكن وليد عبر عن رايه وتكلم بصراحه. بالنسبه يا بس انا سؤال عظيم يعني، انا ودي اسال وليد. باقي شيء عندك اضافه مناحي؟ اي عندي اضافه. تفضل. انا جاني وليد وقال يا مناحي انا حساس كنت على خشمي. انا بس ابي اوضح يعني اللي امام الشاشات ان مناحي ما هو بيجي ويطقطق على اي، يسولف ويضحك مع اي واحد كذا. بس تجيني وتقول يا مناحي يسولف معي ويضحك معي، بعدين تقول لي يا ابو سلطان مناحي ضحك معي. والله يشهد يشهد ربنا يا مناحي انه انا ما عنديش اي مشاكل شخصيه معك. ولا طيب ولا شكيت ولا والله ما عندي مشاكل معك. بس والله بس وانا وانا وانت تقول ابو سلطان تقول مناحي انت فيك قبول. انا مش يا ابني افهمني، انا لما جيت اتكلم او لما جيت اني الكلام، هل انا قاصد مثلا اني اضرك؟
يعني انا لو اعرف مثلا انه حتى ولو هذا صار يعني لو انا بقول له مثلا انه تقول جد مش هزار مع ابو سلطان ايوه بس انا بتكلم جد يعني اكيد ابو سلطان بيعاقبه بس ما فيش ممكن بعد يستبعدني يعني. لا لا ما راح يستبعد لا تصعدها من لا والله لا تصعدها والله انا اقولها من جد السلطان والله ما عنده الا وحده يعني يمناحي لو فيها لا تصعد يمناحي اقول لك كلمه اسمحوا لي لو اقول لك كلمه يمناحي لو فيها استبعاد انا بمشي وش لو فيها استبعاد انا بمشي يعني لو كان بيصير معك شيء زي كده انا مش هقعد انت ما تدري وش يصير وانا ما ادري وش يصير لا 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 انا بقول لك لو كان يعني هو زي ما هو بيقول لك ما تصعدش لا طلعني ابراهيم يا وليد وش بيصير وقف يا ماحي الله يعافيك لبيك رجع كلامه واضح وش يقول اجتك من الدنيا شيء ما بخليك بروح معك اما انت سلمته على طرف لفه من سلمناه من اللي سلمناه يا ابو معيان سلمنا من النقطة ما سلم يا ابو سلمت من انت يا ابو معيان مشكلة حافظ الاشراف سلمت من يا علي يا علي دقيقة انه هو بيهزر معي هو علي. لما دخل علي. على ابو سلطان دقيقه لما دخل على ابو سلطان بطريقه يعني. هزار سلطان قال اتوكل على الله فهم فكرتي طيب انت لا تاخذ راس الفكره نفس الطريقه محمد ودعان محمد ودعان نفس ما دافع عنه غير صح تفضل غير صح الان كم مره كم استبعاد شاهدته في برامج واقع واجد هل في احد استبعد وكلهم ساكتين يا اخي هو يا أخي مش متسابق يا ابن الحلال يا اخي جاوبني على الله يا فهد يا فهد يا ابو معيان هو استبعدهم من القريه يا ابن الحلال هو استبعدهم من القريه انا سؤالي العلي الله يخليك لي انت بجي انت بجيك الحين القواعد لا تطبق عليه لا متسابق لانه نزل قرار ان ينزل وليد متسابق لمده 3 ايام مو نازل متسابق نازل ضيف مده 3 ايام لا متسابق لا لا مو متسابق انا نزلت متسابق هو قال في في برنامج سابق هو يقول انا هو معترف بنفسه اول حلقه يقول انا مش متسابق ممكن مقدم متسابق ايا من استبعد مقدمين استبعدوا يا اخي ما حتى ما معهم المتسابق ما دخل طيب كيف ما دخل يا علي العايز يوصل يا علي الرجل يقول لمناحي الان ان لو استبعد واحد منكم كان انا بمشي ما بخليه لا لو استبعد لا لا استبعد بسببه لا هو يقول لو اني استبعد بس لو استبعد بسببه استبعد وليد هاني بسببكم وسبب تعاملكم معه وش دخلنا ندخل انا اعطيك دخل انت تحط الشيء في شيء انا ما دقيقه فهد دقيقه هل في احد من المتسابقين قال لك قل لان مناحي طقطق علي لان قبل شوي طلع مقطع لفلاح العاصمي تو بلغونا الشباب في الاعداد في المطبخ كان يسولف يقول انا قلت الوليد قل لابو سلطان اذا جاء ان مناحي طقطق علي هل هذه المعلومه صحيحه مين اللي قال لي كذا فلاح قايلها على البث فلاح المقطع بيجي لا فلاح قال لك انه اذا جاء ابو سلطان قل له انه مناحي طقطق علي لا فلاح ما قال ليش كذا فلاح قالها ترى ما هو قال لي انا كذا ايه قال لي وواجهني وقال لي روح قول لابو سلطان إيه؟ والله ما حصل ما صارت لا يعني طيب في مقطع الفلاح يا ليت الشباب في الاعداد يجهزونه وبتشوفه اجل كلني في عشان كذا الحقيقه ضائعه ضائع معليش ما. تزعل مني يعني انت هو يقول نفسه انا ماني متسابق فهد يحطه تحت قائمه المتسابقين تمام هو دقيقه يعني يا اخوان يا اخوان لما اتكلم سمحت لكم تكلموا خلاص طوراكم هو لما يجي في ذا الحلقه يقول انا ما كنت ادري على الانظمه والقوانين انت داخل قريه مساحتها 10,000 ولا واحد معه جوال في شيء غريب يعني اكيد في قوانين ما في احد معه جوال احنا في 2024 مستحيل ما في الواحد مو معه 10 جوالات في ايده دقيقه لو سمحت انا ان منات دقيقه يا جوال ودخلت بيه اسمع مني ولا بس دقيقه انا اتكلم عن غيرك مش عليك طيب. يعني لو اشوف غيري يمكن في 24 رجال ولا واحد معه جوال اكيد في نظام يمنعهم طيب فطبيعي بسال علي يعني شنو ليش مناحي يعني شكرا لك مناحي يعطيك العافيه كم باقي شيء عندك علي اضافه في المحور طيب وليد يعني كلام علي واضح انه انت مستحيل انك ما تعرف القوانين مساله انك تنقل الاخبار لانه اصلا هم منعوا من الجوال عشان ما يدرون على الاخبار فبناء عليش انت نقلت الخبر له هو انا حتى لو القانون ده يعني انا ما اعرفش انا اشوف اقول لك على حاجه بيبقى هم عندهم علم حتى بالفقرات في اليوم فانا النهارده لما شفت التغريده او البوست ده على نازل على تويتر والله انا لو في نيتي حاجه انا هقول لكم يا جماعه انا الله يعلم والله لو في نيتي حاجه انا واضح ما سمعت على باله ان ابو سلطان يوم بيسوي الدخوليه انها فقره زي السكريبت اللي ينزل على ابو سلطان يعني الدخوليه دي لو اعرف انها بالخطب الخطوره انه سريه ولا شيء سري قسم بالله اقسم بالله العلي العظيم اللي ما احلف بيه ولا اجلجل سبع سماوات عشان حاجه انه والله ما بنقل الخبر ليه لان انا من البدايه قلت لك انا بحترم البرنامج بحترم قوانين البرنامج انا المفروض حد عندي مسؤوليه اصلا هنا انا هنا شخص مسؤول ومسؤوليتي حاجه في عنقي ان انا المفروض اتممها وان انا احترمها وش وان المهام أنا اللي ان انا المفروض اوثق بعد بعض الفقرات وبعض الفعاليات اللي الشباب بيسووها وين في التيك توك ايوه عندي على التيك توك هو يتكلم توثق في التيك توك صح؟ فأنا أحاول أكون قد المسؤولية دي وقاعد أفكر أنا الفترة الجاية هعمل إيه وهرتب كده إزاي وهقدم الموضوع ده إزاي اليوم في حاجات بتفاجئني أنا النهاردة كنت مفروض أصور معنا وفاء
الفقره كان هو عايز يعمل حاجه مع الشباب وقلت له النهارده بصورها لك مقطع، وامس كنت صورت له فعاليه مع كابتن طارق الصبح، ومفروض ان كان انا كان عندي مونتاج. كل دي حاجات انا مسؤول. طيب اوكي وليد، انت توثق في التيك توك فقط يعني ما قوي يوثق تويتر؟ لا 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 ما له علاقه. طيب هل يعد وليد اذا صور متسابق يخصم من المتسابق ينزل في حسابه الشخصي؟ لا. ايه بناء على ايش افتيت لا وبناء على ايش افتيت اعلمك انا بناء على ايش بناء على ايش احمد ابو سمره ينزل الناس في سناب الخاص لا لا حسابه الشخصي في تويتر أحمد طيب ابو سمره بس ينزل الفيديو في حساب القناه ثم يقوم بتنزيله في حساب طيب الشخصي خلني لا لا ينزل نعم وقف ينزل في حسابه الشخصي يا علي ولا لا بعد حساب اليوم القناة لا 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 انا اقدر اصور الشاشه من حساب القناه يا اخي قال انا ابنك يا جو حقش هذا انا اقدر اصور الشاشه من حساب القناه وانزل فهد 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 لا 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 نلف على القوانين اليوم إيه؟ حتى صدر قرار من ابو سلطان ممنوع منعا باتا من جميع الطاقم ان يصورون ينزلون في حساباتهم الشخصيه. ابو سلطان منع ابو سمره يصور بعد الساعه 6 وصور الان ساعة. القرار واضح وجلي لا لا قرارات ابو سلطان اليوم واضحه وكنسل الحصانة. شوف ابو سلطان صح انه شوف كان في يعني ابو سلطان يحط قرارات يلغيها ناصر، ناصر يحط قرارات يلغيها ابو سلطان، ففي الان بينهم دخله والله صراع العروش. طيب وليد اول شيء بسألك سؤالين على السريع وبعدين ابغى اطلب منك طلب اذا أنا ممكن. انا عايز اقول حاجه بس سنة. انا لو في معلومه عندي باي قرار بينقال او اي تعديل معين بينحط في اي حاجه اقسم بالله اقسم بالله احترمه، انا ملزم بده. طيب. انا يا جماعه الخير مش جاي اخرب البرنامج ومش جاي اسوي مشاكل ولا جاي اعمل فتنه، بالعكس انا شخص واضح 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 سنة. جدا في كل اللي انا بعمله. طيب كل اللي انا بقوله. كيف شفت التجربه مع المتسابقين كبرنا وجاك؟ تجربه جميله، تجربه لا جميله لا تجربة سيئة بالنسبة لك لأنك طحت في الناس الغلط. أنا آخر حاجة كنت أتمناها إن حد من المتسابقين يزعل مني، إنه أكون سبب في أي خلاف أو أي مشكلة. طيب. أنا بحياتي كلها في حياتي كلها ما كنتش عايز إني أبقى مصدر طاقة سلبية لحد، يعني أنا يوم بدأت سوشيال ميديا بداية الـ 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 بداية بداية ما بدأت أنعرف يعني في السوشيال ميديا أو بدأت أتشاف على السوشيال ميديا ولا عمري جاني انتقاد ولا عمري جاني كومنت سلبي، الحمد لله اللهم لك الحمد وشكرا رب، لاني انا شخص واضح انا محدد انا عايز اقدم ايه واقدمه ازاي، واذا حد جاء قال لي مثلا انتقدني في حاجه وقال لي اللي انت بتعمله ده غلط انا براجع نفسي، لان رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي. يا سلام اللي عنده تعليق عليه يقول لي السياسه اللي احنا ماشيين فيها فقرات النقد من 10 سنوات ولا واحد قدرتنا عنينا كلهم جالسين يسبونا وعادي مستمرين يعني. فهد معيان هل تعلم لا يستطيع النوم الى ان يقرا كومنت يحاول الإساءة إلى فهد معيان؟ أقسم بالله صحيح. يرتاح ويرقد. أقسم بالله صحيح. بس بسألك يا وليد. وسع خاطرك يا وليد. لا لا بس أنا مرتاح البال إذا شفت الناس فيها غل علي. أنا مرتاح والله العظيم. ليه؟ لأني أقهر متسابقهم. أنا مرتاح البال. إيه الحكمة؟ أنا بعلم. أنا مرتاح البال إذا أهالي المتسابقين زعلانين علي. أنا مرتاح البال إذا المتسابق مرة زعلان علي. أنام. خلاص مرتاحين. إذا ما زعل المتسابق علي لمدة 3 أيام يعني متوالية ينخفض عندي السكر، يرتفع عندي الضغط، والله يجيني أرق. طيب يا وليد يعني يجيني رعاش. طيب بسألك يا أصل اللي انتقدنا مبلكة. بسألك يا حزين على اللي صار اليوم؟ أكيد. والله حزين؟ أكيد أكيد. على إيش بالضبط؟ أكيد زعلان. على خروجك. كان نفسي كل ده ما يحصلش، كان نفسي النهارده أنا لو أبقى أول مرة معاك في فقرة كان نفسي أنشد وأقول حاجات بصوتي ونتكلم ون غني يا وليد. طيب انا ابغى شيء دمك بصوتك يعني انا ابغاك على حزنك هذا اللي صار. انا ابغى مقام صبا منك ومول للست اذا تعرف. لا لا ابغى مقام صبا. نبغى شيء للست. فقيتني. طب عايز تسمع حاجه زي ايه؟ طيب صبا انا ما ادري انا للست للست لاني انا احب مقام صبا. مش بغني مش بغني والله بغني يمكن يا مسلم. وش فيك انت؟ ما يعرف ست يعرف الست؟ لا ما يعرف ما يبغى. لا يلا نبغى صبا. مقام الصبا عايز حاجه حزينه يعني. نبغى نبكي كلنا. ابغى فهد بعيان هذا اللي الجبروت اللي يبكي. والله عطشت باللبدا بالبل. طب انا اقولكم حاجه عملتها عن التوبه. حاجه عملتها عن التوبه. انا الحاني الخاصه والحان حزينه صبا. هي ايوه بياتي بصبا. لا ما ابغى بيات. لو سمع الصبا ما يعرفه. لو تعطيه كرد يقول بس حرام عليك. فيصل لبان 3 شهور معايا اعرف كل حاجه حبيبي. سلم عليه. الله يسلمك. يلا يلا تفضل. أعطونا صدى يا عم منيب. أعطونا صدى. أعود إليك يا ربي خضوعا وأبكي كل دمعة خشوعا وأملي فيك يا أملي كبير فطهرني وخذ بيدي رجوعا فطهرني وخذ بيدي رجوعا
أجاهد فيك يا ربي فهب لي من الإيمان في قلبي سطوعا وضعني بفضلك كل وزر فذي الآثام أهلكت الضلوعا تركت الذنب يعميني كثيرا ويبني حول إبصاري قلوعا وهان ذاتيه بكل درب وأمشي فيه منكسرا جزوعا نسيت الأصل متماد بغيه ولم أحفل وأمسكت الفروع وغرتني الحياة وجرأتني فما لي الآن أندهش الوقوع وصار العيش ضنكا يا إلهي وعمري بات لا يعدو دموعا فوا أسفي على التفريط إني أتيتك تائبا عبدا ضروعا أتيتك تائبا عبدا ضروعا. حرام حرام انا اقول حرام ان يغادر وليد الشاشه صوت متسابق. والله العظيم انك اضافه كبيره للشاشه وليد. شكرا لك. انا متفق مع علي في رايه ان الشاشه قبلتك والجمهور تقبلك وحنا كلنا تقبلناك كمان. حتى كنت اتكلم مع ناصر انه وليد حتى وما دخل هذا البرنامج متسابق انه لابد ان البرنامج الجاي يدخل وليد متسابق لانه صراحه يا وليد اضافه كبيره للشاشه. يعني شخصيتك حلوه. انا احس انك سويت رياليتي في يومين. في يومين يا وليد انت سويت رياليتي ما استطاع المتسابقين يسوونه. انا كنت استمتع بحديثك عن الزواج مع شنار. كنت مستمتع بظهورك على الشاشه. كنت مستمتع بحديثك بكلامك باسلوبك يا وليد. انت ممتع جدا والله اني من الناس اللي حبيتهم وانت عارف هذا الشيء. اللي اضافه كبيره 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 للشاشه. انا اقول احنا اللي حزينين مش انت يا وليد. احنا حزينين على مغادرتك وعلى قرار ابو سلطان اليوم. انا امانه اتمنى انا طلبت ابو سلطان اليوم تمام تحت الهواء والان اطالبه امام الشاشه ان وليد يرجع للشاشه حتى يعني انا مع يوثق تيك توك ويطلع يدخل على الشاشه. انا يوثق تيك توك ينزل مع متسابقين هؤلاء لا يستحقون انسان يدخل لانه وليد صراحه انا صراحه معجب جدا بشخصيتك. معجب والله العظيم معتبرين من جمهورك 2 مليون اللي في تيك توك. انا اقلني 2 مليون وواحد واركز 2 مليون حقيقيه لم يدخل فيها اي رقم مهم. هم شكل المسابقين خايفين من جماهيريه. اول شيء يعطيك العافيه وليد وصوت ما شاء الله وخامة حلو وجميل جدا ورنا صوت احسن من اللي قبلناهم كلهم في 32 لين وصلوا 26. شكرا لك. ارى انه مشروع وليد في البرنامج بإذن الله يكون ممتاز وناجح بإذن الله. إضافة جميلة خلال القادمة والماضية أيضا كذلك. أتمنى استمرارك برضه كذلك في مشروع التغطيات وما زال مستمر وإن شاء الله بسلطان أقل شيء من إحنا 6 ساعات هذه من الساعة 6 الصباح نستمتع بصوت على الهواء. نستمتع يا وليد. حابين دورك. طيب وليد أبغاك تشوف زملائك وفلاح إيش قال لما كنت شوف كيف يورطونك وشوف كيف المتسابقين بعضهم الله يسامحهم. خلنا نشوف المقطع وياك. قبل ما اشوف انا عايز اقول لك ان انا مش زعلان من اي حد وانا مسامحهم امام الله عز وجل كبير دون اي حاجه. الله خليهم يتعلمون من وليد. اعطونا المقطع ونرجع لك يا وليد. مش زعلان من احد. اما وليد يقول مناحي طقطق علي. عدت بالصدق مناحي بالصدق يعني والله العظيم انا اللي داعي وقايل له قال لي طقطق قايل لي طقطق. انا تدري وش اللي قهرني؟ اللي انا استغربت انا يا ابن الحلال انه جايني داخل يقول مدينه الحين ليش ما تسولف ولا تضحك معي؟ هل انت كارهني وجودي معكم؟ قلت لا قسم بالله بالعكس. تدري هذا ايش يقول ها؟ تدري انه جاي عندي لو اني جلست على اني ساكت ولا ايش تقول الشخص هذا؟
ايش تقول له؟ ايش تقول له؟ لا الله يسامحك. الله يسامحك يا فلاح. الله يسامحك. الله يسامحك يا فلاح. شكرا شكرا. لا لا خلاص ناصر. يعطيك العافية. شكرا لك وليد. الله يعطيك العافية. سعدنا فيك. الله يسلمك. وسنستمتع ان شاء الله بتغطياتك في التيك توك باذن الله تعالى. الله يحفظك يا حبيبي. الله يستر عليك. شكرا لك حبيبي. الله يحفظك حبيبي. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا وسهلا. في هدية صدق مقدمة يا مجرم. في هدية مقدمة. تفضل ورق كوتشينا هديه. ثلاثة رجاجيل الله يقدرنا على ورق كوتشينا. هي موجوده لكن ابشر بالعوض. ابشر بالعوض والله بالعباد انا اخوك والله ما يروح. حق عبد الله حق حمودي ما شاء الله ولدك الله يحفظه لك. الله يبارك لك يا رب. خل ولدي يطلع يطلع بالصوره. والله نحن حط ايدك. يلا تعال تفضل هديتنا هذه هديه كبيره ولدي يطلع. حبك ولدي. الله يسلمك حبيبي. أنا من هذا المنبر أطالب أبو سلطان طلبناه تحت الهواء مو بس مطالبة كاميرا مطالبة حقيقية لمن يستحق أنه وليد يستحق الظهور على الشاشة ويستحق أن يعلم المتسابقين الرياليتي. يعني أمانة في يومين علمهم يقول علمهم أصول الرياليتي علمهم فنون الرياليتي. طيب معنا المتسابق محمد الودعان يقولون في الكومش الروم يبغى مداخلة. إذا محمد جاهز أعطونا إياه شباب. محمد جاهز؟ ايه ايه. طيب محمد ما بعد جهز. اذا جهز بالغناء طالب مداخله في الكومش الروم. رحب. احساس عظيم ان محمد الودعاني سيودعنا مع انه خلاف اللي يودي والله. ايش من منطلق ايش؟ من منطلق الحين جبناه هنا وقلت انت قادح انت صاطي انت اخترت. انت قلته اي قلته فهمت خذاها عرفت. طيب وانفك على معلومه قبل يدخل محمد. اعطيك معلومه محمد لن ظلم. لا لا اعطيك معلومه محمد لن يغادر. شوف قول لي ليش علي. لا بس قول لي ليش. ليه منطقيا ورياضيا من يرحل المتسابق الى البرايم بالاليه الجديده لن يغادر. ما فهمت. لانك انت مرحل متسابق اصلا نقاطه عاليه مقارنه بمتسابقين نقاطهم قليله. طيب. والبرايم عباره عن ايش الجديد؟ اسئله. لا لا 50% نقاط و 50% رصيد. اما رصيد انا رصيدي عالي جدا مقارنه بالمتسابقين جاي رصيده سالب احيانا بعضهم. لا عليه خصم 4000. عليه خصم هو بس كم اللي بيدخلون. ما دخل ما دخل برايم الاسبوع الماضي 50% نقاط. وبالتالي هو ليس الاقل. عبد الله 50% نقاط برايم و 50% تصويت. خمس لا لا الغي التصويت. التصويت الغي التصويت 50% نقاطه خلال البرنامج. فبالتالي محمد مرحل الى البرايم. بعدين الرجل ثقافه يعني ما اتوقع انه والله والله لابد صياده يعني ثقافته كويسه. عموما عموما هو في حتى تصويت في تصويت مادي الخاص بالحصانه في تصويت بالحصانه عشان الجمهور يفرق. الان في تصويت فقط للحصانه بامكانك انقاذ نجمك. بدا اليوم التصويت وينتهي يوم الجمعه الساعه 9 مساء. الودعاني موجود وممكن ياخذ الحصانه. ف شخص واحد فقط بيحصل على الحصانه. هل لو حصل محمد اخو الحره على الحصانه يلغى قرارته كذا؟ يلغى ام لا لا ما يلغى. لا لا يلغى. شلون يلغى؟ يلغى حصانه. مرحله برايم ما مرحله نمنيه يا شباب. لا حصانه داخل. شلون حصانه؟ حصانه يلغى. يا عيال طب دقيقه امنا بالله ليش تركي شو اسمه دخل حصانه؟ لا ما دخل حصانه. دخل سعود علوش. دخل ما دخل اتحداك ارجع تسوي. دخل 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 ما دخل يا عيال. دخل اخر يوم كان في لخبطه عندهم. دخل اخر يوم يا عيال ما دخل. العالم كان يرسلون لي اخر يوم. دخل دخل الله يخليك لي. سعود علوش لم يدخل. دخل التصويت ومده التصويت ساعتين ودخل. طيب سؤال التصويت الساعتين اللي في البرايم مو التصويت اللي كان يومين؟ لا لا تصويت التصويت اليومين ما كان موجود. لا لا موجود يا عيال. طيب انا وش استفيد من تحليل البرايم؟ هو داخل الحصانه. الحصانه من حق الجميع انهم يدخلون فيها. اجل خلاص راح للنمنيه ما راح للبرايم. لا لا انا برايم. هو النمنيه نفس البرايم ايش الفرق؟ طيب دقيقه امنا هي النمنيه ومو البرايم. لا لا مو بنفسه. ليه؟ مو نفسه. ليه؟ البرايم الخروج النهائي مع ساعه. لا لا هو النمنيه راح الفقره الختاميه. يا عيال ايش فيكم استهبال؟ النمنيه ما قبل الاخير والبرايم الاخير. انت بتروح على سبعه النمنيه؟ من السبعه النمنيه؟ انا راح البرايم. اذا راح البرايم معناته ترحيل برايم يحرم من الحصانه. طيب علي دقيقه دقيقه. لا 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 كيف لا 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 يا شباب؟ اصبر. طيب انت بتاخذها علم ولا لا 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 بس اصبر حبيبي. النمنيه هو البرايم ايش الفرق بين النمنيه هو البرايم؟ يلا عطني ايش الفرق بين النمنيه؟ النمنيه هو اعلان البرايم. لا النمنيه اعلان الست الخارجين. طيب في الدائره. خلاص هو يا ابو عبد الله لبى قلبك. هذه فقره وهذه فقره. اذا كذا ليش خلينا وليد زياد واحد يقدم الفقره واحد وانت الموضوع الان؟ يا عزيزي اسمعني الان واحد من مقاعد السته للنمنيه محجوز اللي هو محمد الودعاني. طيب تمام. وليد يعلن خمسه المفترض صح ولا لا؟ هي واحدة من الثنتين. يا انكم تضحكون على ترك الدوسري
يا انكم تضحكون عليه. اجل القرار اصدر وشو؟ منع وترحيل ابراهيم هو منع من الحصانه. لا 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 يا اخي هو احيانا ابو سلطان والدليل احيانا دقيقه علي علي انا اعطيك اياها اصبر. طيب لماذا لم تشرح ابو سلطان؟ والله لو شرحت ابو سلطان ما اصدر القرار. طيب اعطيك ولا اتحداك دقيقه يا عزيزي يا عزيزي. ابو سلطان عنده خبر والدليل انه احيانا ابو سلطان يقول يرحل للبرايم ويمنع من الحصانه. قرار انه يرحل للبرايم ويمنع من الحصانه. عندي سؤال ابو سلطان وتحداك. عندي سؤال علي سينهي هذا النقاش. علي لو جاء ابو سلطان وقال يمنع علي الغامدي من الحصانه هل هذه عقوبه ولا لا؟ هذه عقوبه. عاقبه بعقوبه ولا عقوبتي؟ عاقب عقوبه خلاص. ترحيل ابراهيم ما عاقبه من الحصانه. بس يا حبيبي يا حبيبي ترحيل ابراهيم هو يمنع من كل شيء. لا 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 لا, لا هو كان اسمك موجود الان اوريدي في النومينيه لبرايم. طيب قل له نومينيه لا تقول برايم. هو دخل نومينيه. طيب ايش نومينيه برايم؟ لا يا عيال وش اللي نومينيه برايم يا شباب؟ ايش فيكم انتم؟ النومينيه نومينيه وبرايم برايم. وش النومينيه؟ النومينيه هو اعلام الست المتاهلين للبرايم الدار الاخيره. لا هذه الدار ما قبل الاخيره ما تحددها. انا فاهم علي. علي يقصد انه رحله للمرحله التي فيها الحصانه يعني هو سوى له قفزه. هذه هذا النمونه والحصانه في النمونه. علي يقصد انه قفز مباشره برايم تعدى خلاص. ايش حط برايم؟ اهلك نمونه انت الموضوع معناته البرايم هو تحصيل حاصل. علي هذا قرار هذا قرار الاداره شرحناه فهمناه. هذا هو الاليه. ابو سلطان احيانا يستخدم منع الحصانه بعقوبتين انه يرحل ابراهيم ويمنع من الحصان. هذا من الحسد من زمان. لا لا ارى انه هذا البرنامج هو محاوله اصطياد بعده قوانين لمحاوله يعني بتر قوانين تركي الدوسري. اول شيء يعني تفيد تركي تهجم تركي سحب المايك الى كتم الصوت نعم البرايم ثم تقول لا ما يمنع من الحصان. نعم هذا التصعيد هذا التصعيد الحقيقي. اتحدى تركي الدوسري اذا يعرف هذا عطها تبرق وترعد. نعم هي برقت من اول حلقه. طيب معنا محمد الودعاني في الكونفشن روم. حياك الله محمد. حياكم وياك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد. اسعد الله صباحكم بكل خيرات ومسرات. محمد شوف الاصل والله اني انا اصلا مانع حضورك في الكونفشن روم تمام بسبب موقف سابق، ولكن لاني ارى انك اليوم انت في موقف تريد ان تدافع عن نفسك وان ما سمح لك بالدفاع والحديث عن موقفك، وبما انك مرحل على البرايم وقلت بعطي محمد فرصه لمعرفتي بشخصيه محمد، لكن اتمنى ان تحترم هذه الغرفه اللي انت فيها يا محمد. اذا كان في احد زملائك موجودين ما تدخل الا باذن منا او بطلب منا. في تعزيز عادي بس انك ما تدخل على زميلك وهو ما يبغى، او انك تسوي حركات وزميلك موجود، هذا التصرف غير مقبول ابدا يا محمد ولا ارضاه ابدا في الفقره. هذه النقطه الاولى اتمنى تكون واضحه جدا لك. النقطه الثانيه المجال مفتوح لمحمد ليتحدث بما في خاطره، وبعد كذا احنا بنسالك بناء على ما لدينا. تفضل يا محمد. اولا الله يوفقنا وياك وكل مسلم، ونحترمكم وتحترموننا ونحترم فقرتكم. لا يحترم في الناس كون المحترم، ولا ينهضم حقك قبل ما تهضمه. ثانيا طال عمرك فقرة الكوفي شروم فقرة نحترمها طال عمرك، بإمكان يدخلها وبدون حضوركم، لكن المرة هذه الموضوع كبير طال عمرك ويحتاج العراف ويحكمون فيه. أنا يا طول عمر تفاجأت اليوم أني جلست أنا مع الإدارة وقالوا ميدي أصبر حتى يجي أبو سلطان، وكان أبو سلطان في نظريتي وفكري أنه الملجأ والمنفى لما حصل لي من سحب التبون حصانة الجمهور، لأن هذا أول شيء ما يخصني يعني وش دخلني أنا؟ يقول وهمي أنا ما يدخل، أنا وسط البرنامج وأنا ما يدخل في الشيء هذا. وأقول طال عمرك أنا الوجهة أنا المنفى أنا الواحد أنا الأحشاد أنا كل شيء في كوني ولا به شيء يلويني. وأقول كذلك ما تنفع القسوة معي يا أبو سلطان، أنا العلاج اللي يدويني يلين. الله الله الله. والمساله شوف يا اخو الحره لبيك وبعلمك. تفضل طال عمرك. انا للامانه زعلت عليك في واحده وانا معك في واحده، اما الواحده التي زعلت عليك فالهروب ليس لك، ما كان ودي انك تهرب من فقط من ابو سلطان. فيداك اوكت وفوك نفخ. وعلى ما قيل امنع وجهك من الفتال، الرجال تواجه وانت جمل شلها وانتهينا. سمعت ولا لا؟ هذه نقطة. أنا معك في مسألة أن لا يحق لأحد إلغاء التبون عليك وإن كانت وهمي. وإن كانت وهمي، لماذا؟
دائما انا ضد هذا الشيء، لانك انت يوم نزلت المقطع انت تعرف انه بيدخل وهمي يا اخي، تعرف انه بيدخل وهمي، دخل وهمي بعدين تضغيه عليه، بعد مو منطقي. يعني لم ارى وهمي مثل وهمي هادي بالربعه في حياتي. بس خلنا نسال فهد سؤال، اليس من صلاحيات ابو سلطان انه يلغيها؟ لا من صلاحيات ابو سلطان. طيب ليش التصعيد اللي سواه محمد؟ ليش صعدته يا محمد؟ بس ما هو من حقه. لا خلنا نسال، هل من صلاحيات؟ نعم. بس طيب هل هو من حقه؟ لا يا اخي، شلون مو من الصلاحيات بس مو من حقه؟ لا ابو انا بعلم. انا اتفق مع علي انه في شيء غريب يصير، شلون من الصلاحيات بس مو من حقه؟ ممكن اتكلم؟ هذه اول مره تمر علي على خشم. انا بوضح لك وياها يلا. انا بعيد عن اللي سواه مع ابو سلطان، ابو سلطان رجال ما يستاهل، بعيد عن هذا كله، ورجل يستحق الاحترام. وانت ابو سلطان اعتبره اخونا الكبير، لا قريب من كل علم طيب، لكن انا تفاجات وصدمت يا ابو. المفروض انك ما قفيت. من صلى على النبي، المثل يقول من خلى وجيه الرياجيل تمنى يقول يوقف، يقول يا وقف اسمعني بس، من يناسب مقامي ولا شمت الحر خيرة. لا لا لا، اليوم شفت عمرك ما نداني ولا دار خاطري، والجمهور اللي قعد له اسبوع يا ابو عيان. الله يخليك لي مع محمد، الرجال ما يشوم الا من شيء سيء، الشيء الشين اللي ما ينقال. انت ان شاء الله ما توك شيء خلاف وجهات نظر، تقدر تقابلها بوجهه نظر بدون ما تعطي الرجال علبك. وانا توقعت والله العظيم اني اتابع في الشاشه انه يوم قفت توقعت انه يستبعد مباشره. نرجع لفكرتي، فكرتي الان في مساله إن له صلاحيه لكن ما له حق. انت يا ابو عبد الله الان هل لك صلاحيه انك تغلق لكم شرو؟ نعم. هل لك حق تغلقها الان؟ نعم. لا في فرق بين انك تكون متمكن. طيب دقيقه، وتكون صاحب حق. دقيقه الغاء دقيقه، خليني دقيقه بعطيك معلومه. لا انا فهمت وجهه نظرك، بس انت اسقاطك لا تسقط في موضع غير صحيح. ايوه غير صحيح. لو كان محمد سوى حركه انا ارى انها غير ملائمه، او مثلا دخل شخص من برا الان، اقدر اغلق لكم الشرور. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. لا تزر، لا ما تزر إلا. لا لا ما تزر، ما تزر. انت تاخذ مثل البيت اللي يقول يروح الفتاه في مجرمات ابن عمه. نعم. الرجال ما سوى شيء. لا لا، انتم من هناك من خل بعداله المنافسه. الله يجعلني. لا يا فهد، عداله المنافسه فيها خطا. عداله المنافسه فيها خطا. تقول صلى النبي، تقول ان شراء الوهم متاح للجميع، اللي يقدر يشتري وهم يشتري وهم، صح ولا لا؟ انا اللي هل محمد الدوسري هو اللي قال حطها تيك توك؟ لا، انت اللي حطيتها تيك توك، لا تلغيها يوم خلصنا. عندي مداخله ابو معيان، جعك تسلم. هلا. الان لي اسبوع انا منزل مقطع وشل ابوك وحط ابوك، والجمهور ما قصر. يوم جات النتيجه قلت ميدي تبخر في دقيقه. انا اختلف معك في نقطه، الوهمي ما قصر. حبيبي انا ما يخصني الوهمي، ممتاز، لا تقول الجمهور ما قصر. داري في وهمي. طيب من اول يوم قلت بنزلها تويتر، ليش ما حطيتها تويتر من اول؟ كلامك منطقي، الان انا معك، لكن لا تقول الجمهور بدون نقطه الجمهور. اتفق معك في الباب. انا ما زعلت عشان الجمهور، هجوم اللي جايبها الوهمي. وهمي يا محمد، بين وهمي. شوف وهمي ولا بدون وهمي، طال عمرك هم يقولون حتى بدون وهمي. انا ارى ان يعدل ابو سلطان عن قراره في وليد وفي اخو الحره، وان يعود اخو الحره. ما لك حق تقدح على ابو سلطان نهائيا يا اخي. يا اخي الرجل يكون ذو فطنه، ذو حكمه، لكل مقام مقال، ولكل ساعه لبوسها، ولكل شخص تفاهم. انك ترانت ما تناقش فقره النقد، احنا مثل اخوانك وبناخذ ونعطي معك وبنمنعك منكم شرهم، بتصيح علينا وبنصيح عليك. لا، الرجل له مكانته يا اخي، الرجل هو صاحب القرار في هذا البرنامج، له قدره، له احترامه، له مكانته. يعني اذا كان ابو سلطان رحل كل برايم عشان قفاك فانت تستحق. لا على عيني وراسي، لا كان طال عمرك صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. ابو سلطان احترمه ونقدره، لكن انا ما ابدي وجهه نظري، احترمه كائنا من كان. ابو سلطان رجال وانا كذلك رجال، محمد. وانا احترم قراراته واحترم فقرته، وهو مثل اخونا الكبير، لكن انا ابدي وجهه نظري. انا يوم زعلت طلعت، وش جلسني؟ طيب محمد تجلس احترام يا حد. انا دقيقه ابو عبد الله، احنا اكتفينا من موضوع رده فعل ابو سلطان. السؤال الاهم، تفضل، رده الفعل المبالغه هذه على ايش؟ على ايش؟ يعني التهديد بالانسحاب، من متى وانت صاير زعول يا محمد؟ لا اجي عني مبتيك وعدمك، لا لا لا، قول بلغ السيل وزبا يا ابو عبد الله. بس الموقف ما يستحق؟ لا لا يستحق. أنا اكثر طال عمرك، الشيء اللي يمس الجمهور خط احمر. طيب يمس اللي طال عمرك خط احمر. الان هل ليه صبرت؟ دقيقه يا مره محمد. مرتين وثلاث المطبخ. انا قلتها قبل اما الجمهور لما بتكلم ولا تزر وازره وزر اخرى، تمام؟ نفس الموضوع الان، ما علاقة الآن أنه في خطأ صاير ويتخذ فيه قرار حقيقي من أبو سلطان وتدخل صحيح، وأنا من طالبنا وقتها في الفقرة وكان فهد معنا يطالب، تمام، إلغاء هذا التصويت أو التوب، لأن
في وهمي واضح. طيب الوهمي انت برنامج قبل الله وقبل الله ثلاث برامج قبل اربع مرات انت داري في وهمي، ليش تنزل وداري في وهمي؟ ليش ما تدارك المشكله؟ هي فقره الوقاية خير من العلاج، تحت المرض ينتشر يتفشى. هي فقره من الميديا سووها اخوان في الميديا جزاهم الله خير، عمل اجتهاد من الميديا تمام، كانوا بيشوفون يمكن الناس تابوا الى الله سبحانه وتعالى المقاولين، يمكن ابو عبد الله الوهمي علي الحالي يمكن على شباب كل ابوهم الوهمي طيب علي الحالي. في خلنا في مقطع بنشوفه، في مقطع بنشوفه نرجع. خذ راحتك. كلام يصل للاستاذ ناصر الغامدي من هذا المنبر، اما خذينا مطلب الروح بذراع ولا تعف روحنا عن طلبها. انا تعب وجمهور يتعب وخمس ايام تقارير رايح جاي تعب وقلت حياه انهم ما هناني وعفينا عن المطبخ وقلنا جاني قال نجيكم وخصم 1500 والمطبخ يوم الخميس، اما حقي يرجع ولا من هذا المنبر انا اعلن انسحاب. لا 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 كلام يصل للاستاذ ناصر الغامدي من هذا المنبر، اما خذينا مطلب الروح بذراع ولا تعف روحنا عن طلبها. انا تعب وجمهور يتعب وخمس ايام تقارير رايح جاي تعب وقلت حياه انهم ما هناني وعفينا عن المطبخ وقلنا جاني قال نجيكم وخصم 1500 والمطبخ يوم الخميس، اما حقي يرجع ولا من هذا المنبر انا اعلن انسحاب. لا 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 كلام يصل للاستاذ ناصر الغامدي من هذا المنبر، اما خذينا مطلب الروح بذراع ولا تعف روحنا عن طلبها. انا تعب وجمهور يتعب وخمس ايام تقارير رايح جاي تعب وقلت حياه انهم ما هناني وعفينا عن المطبخ. يعطيك العافية يا محمد. أول شيء كنت أنتظر انسحابك بعد ما أبو سلطان رحلك إبراهيم، هذا أول شيء. ثاني شيء أنا عندي مشكلة في أنه إذا أبو سلطان أعطاك مجال تبرر تمام ثم شطحت الموضوع آخر تمام. إذا صار في خطأ أنا بحط آلية معينة، إذا صار في خطأ بطبق عقاب عليها. في برنامج سابق، برنامج حالي، قبل ست شهور، قبل أربع شهور، هذا شأن ما يخص المتسابق ولا يخص أي أحد آخر، يخص الإدارة اللي لها شأن في البرنامج واللي تدير البرنامج. انا بحط المره دي تويتر، المره الجايه انستغرام، بعد بكره سناب شات، مزاجي في كل مكان بحطه. والان نعلم انه في كل وسائل التواصل الاجتماعي موجود وهمي في كل تطبيق، هذا اول شيء. ثاني شيء الحاجه اللي ودي اقولها مساله انه محمد يقول لازم يرجع وخروجه من عند ابو سلطان بطريقه او باخرى، هذه ثاني مره محمد تنزل عليه عقوبه وتكون مغلظه من ابو سلطان بسبب التصعيد، لان اتوقع انه غير مبرر تصعيد محمد. الخروج هذا أتوقع أنه ما هو جيد وخيار ما هو ممتاز، لكن محمد إلا تسمع كلامي ولا ترى بطلع، وهذا الشيء غير عقلاني. وأتوقع أنه محمد رجل يعني يعرف ويعي كلامه ويعي ما يقول، لكن أبسل التصعيد هذا دائما بطريقة أو بأخرى مع أبو سلطان يكون جدا عالي. ليش؟ ممتاز. أول شيء برد عليك يا سيد علي، لكن برد على الكلمة اللي جات وانت تكلم، جات من وراء من تحت الحزام يقول هياط. نعم هياط وقد هياطنا، سلامي علي لا ذل والقوم ما ذليت، اوقف الهوى البن ينضج محماشه ما وقف. اذا اندست والشيخان منها فلندسيت، يموت الذليل وما يفيده تدساسه. صح اي بالله بدوس الجمر وانقشت ما سميت، يبي تصميم يطيح المطر وطرش البدو على الساسه. ما كمل التصميم، يجي تصميم ما بي تصميم. لا لا ما وقف يا محمد، ما وقف يا ابو عبد الله، ما وقف اللي في خاطري يظهر محمد اكبر عن الطشه ونزع من الظيل. لا لا اهدى محمد، اهدى اهدى محمد، اهدى اهدى يا محمد، نزوم خدمات الرجال المحاشي معك كلمة بتك وعدها محمد. اهدى اهدى يا ابوي، ونهدت السقور الجريحة معك جنتك وعدها فيد، هو ما يسكت ما تستطيع يا ابو عبد، فيد صوته هو اللي حتسوي في هذه الايام. الكلام بيني وبين علي بين علي الغامدي، فيد صوته يا مسلم، ما قلت شيء. شفتوا عندكم تداخل، شو عندكم تداخل يا شباب؟ ارجع لي، رجع لي محمد عشان يسمع. يا محمد اصبر يا فهد دقيقة لو سمحت، دقيقة اعطوني محمد. يا محمد يا ابوي، اذا قلنا اسكت الله يهديك تسكت. طيب ما له دخل فهد، يطلع منها اللي حكي. لا لا له دخل فهد، فهد ليش يقطع كلام علي يا اخي؟ له دخل بعدين. لا لا تجي، لا تجي محمد. انا وانا ووقف لها ووقف لها، ما وقف اوقف لها ما وقف. لما جاء عند ابو سلطان، لما جيت عند ابو سلطان ما وقف، لما جيت قدام ابو سلطان ما وقف. يا رد على سيد علي الغامدي، عندك علي يا محمد الدوسري نقطه. لا لا نقطه ما تبغى يا محمد الدوسري. الله يعافيك، الله يخلص من علي يا سيد، الله يعافيك، الله يعافيك يا حبيبي. انا مع علي الغامدي، بنرجع لك خلصنا نقطتك يا سيد. يا محمد لو سمحت تسمع يا سيدي، اسمع يا اخي، ابغى اسمع. إذا قلت كلمة تحتمها أنت حرب مع علي غامدي، أنت أصدقاتك مشكور. افتح قوس يا أنت مزعج، سكر قوس معليش يا أخي، خلني أرد على علي غامدي. لا لا اسمع، لا اسمع
بس انت بتسمعنا لا 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 تعدى علي تسمعنا بتسمعنا على علي لا لا بتسمعنا لا لا بتسمع لا لا بتسمع لا لا في منك في غابه تسمعني يا حبيبي لا بتسمع يا حبيبي تعال انت تسمع ستضطر الى السمع انا بعلمك انا قلت هياط رنك فعلا مهايط يا اخي انت قدام ابو سلطان هربت هربت حطيت ظهرك وهربت يوم جاء عليك القرار ما وقفت ما دافعت عن حقك اقوى شيء قلته يا محمد بنسحب هربت انت جالس تهرب انت هارب من البرنامج انت ما هو بسلامي علي لا انت ما النال قام هربوا هربت معاهم انت لم تقف يا بربر او لا تبربر ما حد يسمعك يا اخي والله العظيم لذلك انا اقول انك مميز وعندك تجربه سابقه جيده لا تكن تجربتك هذه الثانيه جيده بالهياط والله محمد انا اعرف ان هناك من يضحك عليك يا سيدي الفاضل والله العظيم سكر ذلك يا حبيبي ايه. والله اعطيني يا بابا اعطيني كاميرا اسمع طيب عشان ما يسكر صوته سكر الصوت يا حبيبي لعلي دقيقه لا دقيقه علي علي دقيقه يا بابا فيد لي صوتك ما قلت شيل صوتك ما قلت شيل صوتك لا ضيق يا اخي فيد صوت محمد فيد صوت محمد خليني اتكلم مع علي طيب اسم عبد الله يا شباب معليش مو باستهبال يا اخوان في الاعداد قلت فيد صوته فيد صوته الطريقه اللي يظهر فيها محمد هذه محمد ما راح اطلعك انت جاي تدور هنا الحق احنا نعطيك حقك ناقشنا يا اخي طيب شو اللي محمد هروب شو اللي محمد ما احتاج شده تفضل علي تحليلك انا ما زلت على يقين تام انه الاسلوب الاخير هذا سوى محمد غلط يعني هذا المره الثانيه اللي سواها دقيقه هذه المره الثانيه اللي سواها كنت معترض وما حضر ذيك الحلقه اللي كانت مع عبد الله الحربي اللي كانت غلط واكبر غلط سواه واثنى عليه فهد وكنت تمنيت اني موجود عشان اعترض على هالكلام اللي يسويه بعض المتسابقين في انه يضع الموضوع استهبال وطقطقه في لكم في الشروم من ناحيه الرقص او حتى العرضه ما هو مكان او مكان نقاشنا ما هو مكان اصلا الاستعراض او العرضه او حتى الرقص وش الفكره يا محمد يعني ليش وصلت لهالدرجه وصلت لهالدرجه ضعف حجه واضح انه ضعف حجه اولا من يرد الصوت بالصوت دائما يقول لك صاحب الصوت الاعلى هو صاحب الحجه الاضعف لو عندك حجه اسمع فهد اسمع فهد شو يقول نظر مثالنا غلطان خلاص خلاص خلك غلطان 100% خلي يتكلم لا خلص تكلمت لكن رد الصوت بالصوت واضح جليا وما عندك حجه الحاجه الاخيره هاي ثاني مره يعيدها محمد بالرغم انك انت حاولت انك تكون عقلاني وانا ارفض حركتك يا محمد لما قلتها يا سعود مع عبد الله اول مره ثم الان يعيدها مره ثانيه ما ادري محمد ايش بحث علينا بالرغم انه يمكن اكثر متسابق غيابات يمكن من 10 سنوات ترى ما يصحى الا الساعه 12 ونص الليل فعليا هو يبدا الشفت حقه من 12 الى 12 الظهر يرقد مع المطبخ ولا يصحى الا 12 الليل ترى كثير يمكن ايام كثيره ماضيه المطبخ غايب بعض المسابقات غايب وكذا لقطه جابوا له في الوقف وفي المسجد راقد يعني اكثر متسابق راقد يعني ما اتوقع انه يعني متاح انه ومفضل انه يكون له في التصويت رحلوا ابراهيم اختصار طيب. لا طيب يعني ما يبغى برنامج للامانه اني انا كنت مع محمد الودعاني في نقطه اني اطالب بحقه لكن سبحان الله ترى الشيبان من اول الرجال يقولون الرجال يضيع حقه لسانه وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان يا محمد الودعاني احنا جبناك لكم في شروب هنا ما جبناه ها. أنا ما أبي هو اللي جاء هو اللي طلب احنا جبناك شروب. أنت اللي طلبت جيت لكم في شروب أيوة. وجاي تناقش حقك يا أخي خلك عقلاني لا ناقشت أبو سلطان بعقلانية وهربت ويوم جي وضع حقك في مسألة التوب 1 مدري التوب 3 هذه قمت وقلت أبغى أنسحب أبغى أروح أبغى أهرب تبغى تهرب يا أخي كن شجاعاً حقيقياً لمرة واحدة ووقف واجه والله العظيم اللجج ما يصلح اللجه 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 أنك تواجه اللجه بلجه لن يعني أنت لن تستوعب الفكرة ولن تصل فكرتك للإدارة ولن يصل تبريرك للإدارة وهذا اللي خلى أبو سلطان يغرمك 4000 المرة الأولى وهذا اللي خلى أبو سلطان يرحلك إبراهيم المرة الثالثة وهذا اللي خلاك يعني تنحرم من الكونفشن روم كلها يا أخي في أفعالك يا أخي ناقش زي الناس يا اخي علي بيقول فكره غلط يا اخي خلي الرجل يتحدث الى الاخير بعدين رد على علي بعدين رد على كلمتي يا اخي سبحان الله بعض الناس نجي نحاول نعدل مساره نحاول ننصره نحاول نساعده بس يا اخي يقعد يحور ويدور حول مشكلته حول موضوعه الين ينشل لذلك ساتوقع المتسابق مدها اذا استمر من بعيد اذا استمر محمد الودعاني على مستوى هذا سيستبعد والله يستبعد والله في احد المتسابقين
ابو عبد الله يمكن يذكر وناصر يذكر والشباب يذكرون انه دخل واني متاكد لاني سالت ابو سلطان قلت اسالك بالله ايش بتعاقبه؟ والله اني انا ناوي اعاقبه بالخصم الفلاني 5000 تقريبا. قام ولج على ابو سلطان وصيح عليه طق استبعاد حتى بدون لج. ليه نذكر متسابق اخر حضر معنا نسخه اخيره لما قال هذا جوال مين؟ قال لا هذا جوال اخوي بس انا مدخل القريه. بس قدح فيصل هدلان. ها فيصل هدلان طيب. وسمع الكيلون في السبون. يلا مشي طيب. تنبيه للمتسابقين ولمحمد بالذات. محمد اذا استمر على هذا اذا دخلت اذا دخلت الكونفشن روم هذا المكان له احترامه، لجه وتقاطع الاصوات وعلى بالك انك ما تبي تسمع وتمشي اللي بمزاجك، انت ما تدير الفقره ولن تديرها ولن يديرها غيرك، هنا من يدير الفقره. اذا جيت في الكونفشن روم فاحترم هذه الفقرة واحترم المكان اللي أنت فيه حتى نحترمك ونعطيك مجالك. أنا أعطي مجال للجميع، أعطيك مجالك للرد وتحت لك الفرصة وفتحت الباب لك عشان ترد، لكن للأسف محمد أنت ضيعت حقك وضيعت. وكنا بنطالب أصلا موضوع أنه الموضوع أصلا لا يستحق أنه أنت ما ارتكبت خطأ كبير حتى يتم ترحيلك لبرايم، لكن بعد هذه اللجة والله أنها فكة وتستاهل. أنا أقول أنا عندي نقطتين، نقطة الأولى نصيحة لمحمد إن إذا كنت بتستمر كذا حاول إنك تخرج أنت، يعني اختف الأسئلة عشان تخرج. هل يستطيع الخروج؟ أمس أعلن انسحاب، هل ستنسحب؟ يا رجال أنا أتحدى محمد الودعاني ينسحب وأتمنى الأربعة اللي معه الشلة اللي في عبد الله العتيبي العيان صدام عبد الله سيف عبد الله الحربي أنا ثلاثة. أنا بالنسبة لي أنتظر عبد الله وسيف عبد الله ما راح مرة مرة متحمس هذه النقطة. بس دقيقة أبو سلطان غرد الآن وأتوقع أنه غرد وهو تحت الضغط، فإذا أنت عندك شيء قل كذا. لا 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 مو عشان ما نصرف هو قال فقط للتوضيح إذا قلت برحل برايم هذه عقوبة واحدة، لكن إذا قلت رحل برايم يحرم من الحصانة هذه تعتبر عقوبتين. إذا لغويا ما تقول رحل برايم يا حبيب. ايش بتقول؟ تقول رحل منيه. لا 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 ما اروح برايم اودينه منيه. إذا مسألة إنه أقول برحله برايم هذا غلط. طيب النمنيه منهم؟ النمنيه وليد يا ابن الحلال. طيب سؤالي يا علي منهم النمنيه؟ المتسابقين اللي في الدائرة الخطيرة اللي بيصفون لستة ثم يذهبون للبرايم. طيب هو لا هم يصفون على 10، يبدأ من 10 إلى 6 ثم يتأهل الأخيرين. طيب أبو سلطان هذا لفظه واللي عرفناه طول السنين بس أنت لا 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 طول السنين طيب قسما بالله طول السنين قسما بالله حرمان البرايم التأهل للبرايم طيب هو منع الحصانة. طيب أبغى تركي السباعي في الكونفشن روم. أحزنني وضع محمد الودعاني هذا ويستحق ما جرى عليه، وأتمنى أن يراجع نفسه أو يخرج من هذا البرنامج، لأن الآن أنت جالس تمشي في الطريق المنحدر. أنا أتمنى أنه يكون قد كلمته. أنت وأنا قد كلمتي وأنا فهد قال هياط فعلا هياط. أخي نسمع. إذا أنت حقيقة وقد كلمتك انسحب. نسمع. إذا ما أنت مهايطي يا محمد انسحب. صح. نسمع ودعجعتها والله. الآن نشوف هل محمد فعلا قد كلامه ولا لا. أنت قلت كلام أمس واستعرضنا 3 مرات. لنثبت هل أنت قد كلامك والقصايد والتركيب القصايد المكسر على بعض ولا لا؟ باقي ناصر على البريك. باقي فلا. عندنا مثل يقول يا خالبوي حك ظهري. بينسحب ناصر؟ لا ناصر على البريك يقول معهم إلى نهاية البث يعطونا سبب أو بكرة يشوفون لهم ناس يطلعون على البث. يا سلام. طيب طلع هو. ولا أعطاهم ما حد أعطاه سبب. من أعطاه سبب؟ واحد طلع من الفقرات مقدمين على البريك. ولا كان له ردة فعل. بيجي ولا حد أعطاه سبب. يا اخي الحماس الزايد ما شفنا حماسكم عند وليد اليوم. طيب والله سؤال عام والله مكتوب هنا سؤال عام لكل من اعلن انسحابه، لماذا لم نشاهد مثل هذا الموقف مع الحدث الذي حصل لسالم مجدع في تقطيع صورته؟ 10000 علامه استفهام. لماذا فرق ما وقت الجماهير ما في امور في تحزبات بعضهم ترى ما هو طايق الفكره ترى في ناس كثير الان ما هو معطي بعض متسابقين أهمية. يعني أنا نفسي بس يعني قروب الأشبال اللي أطلق عليهم أخوي سالم يزعلون من الكلمة ذي، لأن غيرهم إذا أطلق عليهم قروب أو مجموعة زعلوا. تمام؟ يعني في ناس معين أطلق عليهم أنكم حزب معين لا 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 إحنا مع الجميع، بس قروب الأشبال ما أدري يعني قروب الأشبال وقروب الأشبال طيب هذه مشكلة. علي قروب الأشبال كيف شايف تفاعلهم؟ أنا أشوف في اصطناع غير طبيعي من هذا الجروب، ويمكن شفناها أمس قبل فقرة النقد لما كانوا في الساحة تصنعهم قدام الكاميرا وتعال شوف الكاميرا فلان طالع في الكاميرا وانا ماني طالع وسالم جديع طالع في الكاميرا كل تصرفات هذا الجروب تمثيل في تمثيل شوف هم تقوقعوا على بعض بسبب التوتر هم اذا تفرقوا عن بعض توتر ولا يستطيع الواحد منهم يمسك مايك اذا تفرقوا عن بعض جروب الاشبال ما يقدرون
كل احداث المصطلح كأنهم شو اسمه سرب ساردين، فهمت؟ اذا في البحر تفرق ما يعرفون يضاع ضاع يتوتر يتوتر، اي لازم يرجعون مع بعض، واذا مشى مع بعض مشى بالسياسيه كذا راح من البحار البحار، فهمت؟ سمك ساردين اذا تفرق راحوا طاروا، فهمت؟ فهذه مشكله. والذي حلفت بينهم حصى اي ترقع، فهمت؟ يعني اليوم احنا 32 وعندك التصفيات 7 ايام 40 يوم ولا انت قادر تمسك البث لحالك، هذه مشكله وهذه مصيبه. وإذا مسكوه سووا حدث سووا بعض الأحداث اللي يحاول يصطلعها اللي يحاول يصطلعها نايف ثامر من 10 أيام أو من 12 يوم، اللي يبغى يطلع باللهيبة ولا هو قادر، آخرتها الحدث اللي سواه سالفة 40,000 مدري 20,000 وجت على رأسه، لكن نقول لا تعود مرة ثانية عشان ما تغادرنا يا ذيبان. طيب معنا تركي في الكوميش الروم، حياك الله تركي. أرحب يا سعود. أهلا وسهلا، تستاهل تستاهل الطير، تستاهل الدرع من شاله. إيه ما عليه ذا الحين خذه، حصانة مستحقة هالمرة. ما نقدر الحين كل مرة حتى المرة اللي راحت مستحقة. لا المرة اللي راحت لا مستحق، لا لا كانت مجاملة. كلموا لا تكلموني هنا لأنك أنت وياه واحد جمال. لا إيه هذا جبته من كلامكم، جبته تحدي لكم بس، والله لو أدخل برأي مني راضي، أهم شيء إني جبته عشانك. أكلمك ولا كلم الدرع؟ كلم الدرع والله. مبروك والله يا الدرع انك كثير عليه والله. لا والله مبروك صراحه، مبروك للدرع انك 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 حصلت عليه. فهد ها ودي اقول لك حاجه واحده، ها احبك الله يسعد الله يسعد. طيب تركي ولدي تركي اسلم، ابارك لك الدرع. الله يبارك فيك والله، وروح حلوه والله يا تركي. انا اقول والله اطلع من الجروب، والله يا تركي انك حرام في هذا الجروب والله العظيم، يعني لانك صراحه روح حلوه. انا احس انهم مسيطرين، يعني شوف ادخل مع الجميع والله العظيم. ما يقدر يا انا مع الجميع ومع قروب الاشياء. تركي اول شيء مبروك يا الله يبارك فيك يا علي، ومن هالاعلى ان شاء الله وباذن الله انها بدايه النجاحات باذن الله ان شاء الله. مشكله البرنامج هنا اللي احنا بدينا فيه اسلم، اخترنا ناس 58 واحد عمره 7 سنوات، فهمت؟ فما تقدر يعني تركي جا. انا تركي انا ما عندي مشكله، انا تركي لو طلع لحاله بيقدر يروح حلوه صراحة. بيقدر، بس مشكلته بيطلع مع مين؟ مع فلاح؟ فلاح ما هو يمه، فلاح مع مناحي اطلع بنفسي في 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 سرب الحاله، تمام؟ بعض الشباب مع بعض، عبد الله المري مع الدبالي ومع محمد لودعاني مع بعض، شنار مع سيف ومحمد مستر، كل ثلاثه اربع مع بعض ولا يبغوا يدخلون في جروب الشباب الصغار مع بعض او يدخلوا واحد منهم، تمام؟ الحاجه اللي بقولها تفرقوا اقل شيء جروب الشباب، يعني اقسموا انفسكم نصفين، انتم عددكم يمكن 6 و7، قسموا ثلاثة هنا وثلاثة هنا، أربعة هنا وثلاثة هنا، لكن كلكم مع بعض لا أنتم قادرين تسولفون مع بعض ولا عندكم أي مقاطعات على بعض. تركي مميز لو أنه يخرج من عباءة سالم جديع، سالم جديع مأثر عليه كثيرا، وأنا قد قلت لك أنت والله كويس والله يا ابني أنك كويس وأنك جميل على الشاشة وأنك كويس، لكن مشكلتك أنت سالم جديع ضحكنا عليك، بعد ضحك عليك يا أخي. جرب أسبوع أسبوع، بما أنك وفقك الله بتجلس أسبوع، جرب اسبوع تبعد عن سالم الجديع شوف ايش بتسوي. انا مع اخوياي كلهم، ها انا مع اخوياي كلهم والله يوفقك، كنت مع اخويا كلهم من الانس والجن والهواء والرمال وكل شيء. انا ابغاك بس اسبوع خليك مع الناس ذولا كلهم. ما اقدر اصبر عن سالم الجديع، سالم الجديع هنيه ما اقدر يا ابو جديع. والله يا تركي والله انت تندم والله. ليه اندم؟ انا هنا انجم خويي وخويي ينجمني، كلنا نطلع بماني لما حد، كلنا هنا نتعاون. الله يصلحك اسمعني اسلم، شرب الفتاء من غير يديه هماج. في واحد من المتسابقين كنت انصحه يذكره علي الغامدي، كنت اقول يا ولد انت نجم، يا ولد انت كويس، يا ولد فيك قبول، عي الا يصير مع واحد عي 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 والله العظيم يا هذا انهم طلعوا من البرنامج، لكن نجم وضرب وذا اللي ينصحه قعدكما، فلا تقعدكماك الله يوفقك. تركي اسلم والله انك مقبول على الشاشه واني احب ظهورك واحب وجودك صدق يعني. تركي تحتاج انك تظهر نفسك بشكل اكبر، يعني امانه تستحق الدرع هالمره حقيقه، يعني حتى الشباب سووا المره اللي راحت. ايش شعورك لما كتبوا قرار اداري؟ انا قلت بيسوونها ثاني مره وبمغط وبكره نفسي خلاص. تكره يا زين بيجيني تبلد، ما راح يقول بكره نفسي، ما راح يعلن انسحاب هذا الرجال، بيجيني تبلد خلاص. هذه ترى دروس في الحياه، درس الحياة كل مرة هي إيه. مرة تلسعك وعشر سنين لا نبي لسع لسع عشان تعود على الحياة، توها تبدأ حياتها أصبح. بالعكس يمكن ترى أحيانا 21 تجارب 60 أقول توها تبدأ حياتك الله يوفقك اللهم. طيب تركي تعرف أنت الدرع هذا إيش المميزات حقته؟ أنه عارف طمر السلام أنه يحصلني من البرايم
واذا ما كنت في البرايم في النمونيه مثل ما قال علي طلع واحد من البرايم وتدخل واحد ادخل واحد بتسويها؟ بسويها اذا سالم جديع اسالك اذا سالم جديع في النمونيه باذن الله اسال الله انه يخرج سالم جديع اذا كان سالم جديع في النمونيه بتطلعه ما اتوقع بيحرق الحين كرته بتدخل مين؟ ما في ادخل احد لازم هو اللي يختار دقيقه هو اللي يختار ولا اقرا رصيده هو اللي يختار هو اللي يختار هو اللي يختار ممتاز اذا احد في البرايم يطلع واحد ودخل واحد بداله شوف الان فكره الدرع يعني اللي معك طبعا لازم الدرع يكون معك اذا الدرع مو معك ترى ما تستخدم صلاحيه لازم تجيب الدرع في فقره وليد اذا اختفى مع السلامه هذا الدرع يجب ان تحافظ عليه والله العظيم انه حماه ان شاء الله انتبه هل ستحماه ام سيضيع من الموضوع دفتر سالم والله ما يضيع هذا في يد رجال مو لا تامن لحد يا شو اسمك هاي علي تركي لا تامن احد ماني ضامن احد قالوا لازم تجيبه معناته انه احذر من صديقك لا تنام الا هو موجود معك والله في يد رجال ان شاء الله مو برايه الف مره ومن عدوك مرة اللي سرق أغراض بعض الشباب قبل يوم يومين بعدين الله يهدي يسرق درع يا علي يا علي يا علي فين تبغى يخبي الدرع وهو الدرع في طوله هو يقول أنا والدرع واحد لحف معه في الحافة أنا أقول أدخل أنت يا الدرج لا مالك هو في يد رجال والله ما يضيع إن شاء الله والله ونعم والله ونعم تركي الله يوفقك يا تركي وتستاهل تستاهل الدرع من شاله والف مبروك انت الوحيد اللي ضامن بقائك اسبوع جديد الله يعيننا عليك اسبوع كامل الله يعيني حتنا عليكم تساؤل الله يعيني عليكم هل سيه يعني تركي سيكسر القاعده حصانات سلمان ملهي من سلمان ملهي حصل على 7 حصانات وهو الرقم القياسي في برامج الواقع ما حد قد كسره شوف لو طلعت في كل جوكر باخذ الحصان تكسر لا 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 باخذها لو طلعت في كل جوكر دقيقه الخروج في الجوكر بناء على ايش الاليه الجديده بعد مرور 17 اليه وش الاليه الاخيره الاليه اللي راحت الاخيره الان لليوم اتفقوا مجموعتين اللي يتفق يطلع واحد ايش قسمونا مجموعتين واتفقوا العيال وطلعوني بناء على ايش رحت انت على البوديوم على لا 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 انا وكم كان اللي هو الرئيس حقنا اللي هو عبد الله فهد ساخرب واقول لك لن يسعى سلمان ملهي يخليك تكسر حصانات على ما قال فهد عشان جاب طاريه ما راح يخليك تكسر على اختيار من زملاء هذه ميزه ترى يا شيخ اني طلع قرار زي ما طلع 18 الي في 6 اسابيع لا خلاص الاليه ثابته الحين ما في فقره ابو ملهي يسويها مثل ما يبغى ويضبطها شد حيلك يا زينك وزينك موفق تركي الله يوفقنا وياك بدي اسمعك وسالم معكم خلاص حبيبي الله يوفقك طيب ابغى سالم جديع في الكونفش الروم على طاري الحفاظ على الدرع فيما يجي سالم انا ابغى سالم يجي هل تعلم ان سالم جديع قبل الامسيه قبل سرق دفتر قصائده في دمك نعم هل تعلم يا علي أنا أرى أن سالم يحاول البحث عن الشو بأي طريقة أو بأخرى طيب. يعني بالعربي أنا ما أبي القناة لها فضل علي أنا بيمياه بسوي اللي أبغى أنت أمور. أنا عندي رسالتك والله لا ألقى درعك بدون حراسة لا أخذه وأخفيه وأجحتك يقول تحذر الحين ترى تشوف ما يجي بكرة شوفوني اللهم إني بلغت اللهم فاشهد لا ألقى الدرع طايح ما حول أحد بأخذه انتهينا وانا ادري ان الكاميرات شغاله ولا بتخرب بكره كذا فجاه بخرب لمن كان لحيه الاليه للتوضيح درع او الحصانه درع الحصانه اللي حصل عليه تركي هو اليته كالتالي يجب ان يحضر الدرع تركي معه في فقره ليستن حتى ما يكون من ضمن العشره يطلع الدرع اذا كان هو من ضمن العشره يقول يا وليد انا معي الدرع هذا حصانه إذا ما كان من ضمن العشرة بعد أن يتم اختيار العشرة يقول يا وليد أنا معي الدرع تمام أريد أن أبدل هذا الدرع علي. بالمتسابق الفلاني يطلع ويدخل مكان المتسابق الفلاني هذه آلية هذا الدرع واضحة لابد أن يكون معه وإلا لاغي طيب السالفة سرقة خلنا نشوف مقطع لسالم جديع مقطع 14 أعطونا مقطع 14 سالم جديع يقول انزرف دفتر ذكرياتي قصدي ابياتي نشوف ونرجع الكلمات اللي عندك اللي بالدفتر وينها يا اخي دفتر ينزرف كلماتك كلها شفتها قبل الامسيه
قبل ادخل الامسيه المغرب حاط على سريري فجاه ما حصلته رحت وطبعت من جديد وباقي قصايد لكن اللي سالم يتكلم عندي ليست معلومه هي توقعات. سالم الجديع قدم على 7 برامج واقع. تقنعني 7 برامج واقع ما سمعها وسمع كل احداثه عشان يطلع بحدث الحاله؟ يعني يتهم زملائه قصدك؟ 7 برامج متابعه وسبع برامج قدم فيها افترض لا الماضي وايوه من 2017. طيب معنا سالم. طيب هي نفس الاليه يعني. طيب سالم جديع شوفوا لنا سالم جديع وينه؟ يعني غريبه. عسى سالم سالم عسى هو يقول عسى عز الله ما حد سالم عسى كان سالم طلع القصيده سالم كيف كانت؟ عكسي ما ادري ايش قال ما حد من سالم جديع سالم الحين عسى كان سالم جديع سالم الله عليه هذا عساك يا سالم جديع سالم مو مكسور موزون عساك يا سالم جديع سالم والله موزون بالضبط. انا اذكر تحديت واحد قبل 4 سنوات يجيب قصيده موزونه الى الان ما جابها وانا اذكر اسمه علي يضحك خلاص طيب اعطونا سالم جديع احترام ارحب يا سالم الله يبقيك يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا حياك الله الله يطول عمرك ايش سالفه الدفتر يا سالم؟ دفتر قصايدي اي نعم فكان قبل الامسيه يمكن بساعه او اقل من ساعه ايه فكنت مجهز اغراضي وحاطه على سريري فرحت اتسبح رجعت ما حصلت الدفتر قبل الامسيه نعم الى وقتك هذا ما حصلت تاريخ كم في كاميرات صح نعم. والله محتوى يفهدك والله في كاميرات والله محتوى وفي كاميرات اكيد الكاميرا موجوده عندنا بس ما ادري شغاله ولا لا شغاله بتحفظ 30 يوم والله ما ادري ابتسامه واضح انه شو انت مسوي صدقني يا سالم لو كانت شو ان نجيب المقطع من الامسيه ان شاء الله شو انا كنت انتظر تقول على سريري الحمد لله لان الكاميرا موجهه على سرير الاشبك الكاميرا فباذن الله طيب على سريره لا دقيقه ما في اسمع انا اليوم قدام الجمهور ما راح اطلع من القريه الا وحنا حاصلين ان شاء الله على مقطع السرير الى ان تقول حددت الحمد لله الوقت قصير شوف متى يوم الامسيه وشوف ارجع لك ازهلها ازهلها اكون شاكر لك يا ابو عبد الله افا في الخدمه احنا احنا خدامينك يا باشا فوق الامر يا ابو عبد الله انا اتمنى انه مو هو بشو وانه حقيقه يا رب عشان نشوف منه لانه لو شو ايش معناه انا ما اعرف معناه شو يا لا ما تعرف اعرف خلاص كملي تمام البرنامج ما في الا 3 شعراء احدهم معك في الامسيه يعني اللوم والاتهام يعني كذا كقراءة دوائر الاتهام الاثنين يعني ما راح يسرق مثلا خلينا نضرب مثال ناصر البريك انا دخل ما راح يسرق مثلا سعود علوش ما راح يسرق مثلا ابو فكري ما حد له دخل اللي ممكن له امر يهمه عبد الله المري وعبد الواحد ولا اتوقع ولا اتهمهم طيب وارى انهم بعيدين كل بعد لكن الدوائر اللي وضعها سالم تضع الاثنين هذول في دائرة الاتهام. طيب صل على النبي. صل عليه. أتكلم. تفضل. طيب طبعاً الدفتر أو شيء إني أتهم شخص بعينه أنا ما أتهمت أحد. أنا تكلمت بموضوع صار لي. لكن أخوياي يكرمون إني أتهمهم بهذا الكلام وأنا أكرم إني أتهم أخويا بالكلام هذا. الشيء الثالث. من له مصلحة في سرقة الدفتر؟ اسمع أنا أعتقد إن الشخص طبعاً بعيد عن أخوياي كل البعد. الشخص اللي سرق. فلاش عبد الله الحربي هو الشخص اللي سرق لا فلاش عبد الله ما سرق لا سرق, سرق. يا سرق. حبيبي دقيقة يا حبيبي يا ما سرق موضوع فلاش عبد الله محاولة سرقة فاشلة ما سرق فلاش عبد الله افهم الموضوع لا تربط وتبي تجيب احداث الله يصلحك لا محاولة سرقة فاشلة وعبد الله كذاب يا حبيبي عبد الله جاء فلاش عند شخص معروف ويعرف عبد الله كلنا نعرفه بس ما سرق جاء من اهله قال ما راح اعطيك اياه لنفتشه بس بس انتم قاعدين تصنعون احداث على بالكم كل شيء بيمشي علينا محاوله سرقه فاشله موضوع عبد الله الحربي حلينا حلينا موضوع عبد الله وجبنا فلاش وسلم اخي حلو موضوع عليكم طيب انا بحل سهل عندي سؤالي بكره لا تشرب مويه بكره توتر يا اخي ما في انت صدمت انت لو انك ذكي كان قلت حاطه في ساحة ما فيها كاميرات هناك في الغرفة اللي ورا حقت الدولية ارجع للكاميرا ارجع للكاميرا المكان اللي بعيدا عن الموضوع اتمنى انكم تحصلون على الدفتر شلون الدفتر اتمنى انكم تحصلون بعيدا عن الموضوع عن عطنا مواصفات الدفتر دفتر فيه ما يقارب من 50 ورقة لا الشكل محبرة بقصائد ايش حجمه ايش ما تدري ايش
حجم دفتر عادي ولا صغير؟ يا عيال لا لا والله والله ذكي النوت يا عيال حق الفهرس لا 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 صغير نفس الحجم يا اخوان شو بيعطيه دفتر النوت صغير يا اخوان عرفت القديم علي الله لا يوفقك حق الجوالات ايوه اللي بدي والله عندي سؤال الحقيقي جاوب وش على شلون الشكل الدفتر ايش شكل الدفتر ابيض مكتوب عليه ابيض وقف دفتر 40 زي حق المدارس لا لا دفتر مسيب ها مسيم اسيام مسيم سلك دفتر سلك إيه. مو حق المدارس زي حق المدارس ايوه طيب انا عندي سؤالي ها حبيبي السؤال الاول اذا طلع شو ايش بيكون ردك شوش معناه اذا طلع حدث مصطنع انت صانعه ايش بيكون ردك انت حاطه على سريرك ولا سرير احد ثاني يمكن احد لا لا على سريري نعم على سريري اجبني يا اخي مو بحدث وش اللي حدث يا ولد جاوبني انا بس انا حبيبي انا ما اصنع احداث انا احط فرضي انا امشي ولا احداث تمشي خلفي يا سالم يا عيوني انا اضع فرضيه لو كان حدثا مصطنعا ماذا سيكون ردك للجمهور يا اخوي انت داعي اللي الدفتر بعدين تفاهم يا اخي اجبني بس ما تبغى تجاوب ما هو مو بحدث لا اجاوب لكم مو بحدث ايش حدث يعني ما تبغى تجاوب طيب بحدث يا مسلم ابشر ابشر احنا عرفنا انا ان شاء الله والله ان شاء الله اني ما نمسي اذا اليوم بالكثير بعد بالكثير يوم لحد الا علم الدفتر لا تكفى يا ابو معيان قبل لحد انا قد شفت الدفتر بس ما ادري من مصوره هل مصور في سناب القناه بس ما ادري هل هو قبل الامسيه ولا بعد يا اخي صل على النبي دفتر انا قد شفته لا 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 مطبوع عليه انا شايفه سالم جديع اذكر قصايد سالم جديع صح مكتوب قصايد اذا انا اذكر نعم قصايد سالم جديع اي انا شايفه ما حد من سالم جديع سالم يعني واضح لا لا مصور من قبل والله اني يا فريق دعمه انا انت عارف شكله يا سمره اي هي بيج نرجع لا لا مو بيج ابيض ابيض يميل اسمع فاتح يميل بيج يميل للاصفر بيج لا مو اصفر انا ابغى سؤال واحد بس سؤال ابيض يميل ليش يميل فيه في مغبش اسود كذا طيب الان الدفتر سرق قبل الامسيه بساعه نص ساعه والله اني ما ادري فقدت قبل الامسيه بكم ما ادري وقبل ما ادري ساعه اقل من ساعتين ولا اكثر من حوله حوله حواله ممتاز خل احنا من له هدف يسرق دفتر يا سالم لو سرق سؤال من له هدف ما انا ما ادري من تتوقع ليش انا 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 شخص انا ابحث عن دفتري الى الان ممتاز ليش؟ اذا حصلت الدفتر اقول لكم من الشاكرين الان انا اتهم وسامح الله من سرق اذا هو اذا سالم يقول فعلا مسروق ما في الاثنين اتهامك باطل مري وعبد الله لا لا يكرمون 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 لا يمكن يا كرمون يا كرمون وعيب عليك تقول ذا الكلام عيب يعني هل برمي يعني عواد اذا الله اتعلم منهم اتعلم منهم العلوم الطيبه يا سالم اتعلم منهم كل شيء طيب سالم لا 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 تعطي شعارات يا عزيزي فكنا من شعارات الشباب المكان ترى تبرير وسهل السؤال بس انا ما انت خليني اقول اخويا ساقين بنانه وانا لا لا اخويا يكرمون على الكلام هذا طيب من اللي لحظه اذا اخوياك يكرمون ليش تقولون سرق دفتري من اللي سرقه انا قلت لك اللي سرق يعني ماش عبد الله الحقي واللي سرق دفتر يعني تتهم الاعداد 200% يعني تتهم عبد الله الراجح له يومين ما جاء عشان كذا لا تعبان تعبان وقف وقف لا جرب تعبان لا لا تقدر تشبه يعني انت الان تتهم الاعداد والله اني ما ادري انه تعبان والله لا تعبان لا تشبه الله يجرب يشفي من الان هل انت تتهم الاعداد انهم سرقوا دفترك والله تقريبا يا اخر حبه مش يبغى فيك هم سرقوا فعاليات سرقوا امور واجد خل عاد دفتر يا سيدي فعاليات اعطوها من سرقوا فعاليات جايه منها اكل قالوا منها فعاليات ما حصلناها منها يا سيدي الفاضل وقف الان انت تتهم الاعداد تقول 200% صح ترى صوت ناقص شوي رفع تتهم الاعداد تقول 200% صح نعم ممتاز نحيل له هذا الموضوع الى ناصر الغامدي وابو سلطان احنا الان ندافع عنه نعم ندور عنه والله ما قلت الا انا قدها انا قدها انا بسالكم سؤال بديهي الواحد اذا صارت عليه مشكله سرقه سياره سرقه دفتر اعتداء ايا يكن تلك المشكله دائما يقولون اول سؤال يسالونه هي من اعدائك من اللي معاديك عشان نبدا نحصر هو قالها في الكواليس منهم اعداء بس ما يقدر يقول عشان عيان عيان اثبت لك لا تثبت لي بعد ما اكمل اثبت لي كمل بعدين تفضل خلينا نحصر منهم اعداء سالم الدين منهم اعداء سالم الدين اصحاب الامسيه الاولى عبد الاله عبد الواحد شناف محمد الودعاني من اعداء سالم الجديع وهو يعرف محمد لا في واحد علي مترصد له لا في واحد انا اترصد له ولا تقول اسمه اربع ايام ترى ما زال الرصد قائم والله العظيم يا في مقاطع انها اسمع من الرجل الخامس اللي يعرف علي طيب حنا الان امام خمسه متهمين تعال نطلع منهم اثنين انا
انا الغي التهمه عن عبد الواحد والغي التهمه عن ابو الرقعه صلاح. الان التهمه واقفه على ثلاثه اشخاص. تروح تتهم الاعداد؟ طيب خويك اللي انت تلاسنت انا وياه، انت تلاسنت انت وياه من قبل ما ادري ايش، صحه ابدانكم صح الله لساني وذاك اليوم وتزبد وترعد، ليش ما اتهمته؟ مو مشاعر. الذي اسمع، الذي اقصاك من الامسيه تلك الليله، لماذا لم تقصاني عبد الله الراجح؟ انا يحاول اقصاك عبد الله الراجح اللي اقصاني من ذيك الامسيه. لا ما قلت الا عبد الله الراجح. يا سالم جبتك جبناك يا جبناك، ما قلت عبد الله الراجح سالم. لا لا قلت عبد الله الراجح، قلت عبد الله الراجح وتعاون مع اشخاص كانوا موجودين. سالم كان بيني وبينهم خلاف. لا لا كنت لطيف وامر بسيط وانتهى. اللي قبلها يا علي، اللي قبلها طيب صادق امر بسيط وانتهى وحلناه. لا 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 إيه لكن مشكلتي مع عبد الراجح. لا لا اللي قبلها المداخله اللي قبلها اتهمت خوياك انه سرق فكرتك وانه اخذها وانه هو اللي قام عليها وانه هو اللي كلم الرجاجيل. يوم اجتمع معكم الراجح ما اتهمت الراجح، اتهمت زملائك يا اخي. الان صرت تقول انا اكرم ما اتهم زملائي، وانت ذاك اليوم اتهم شنار انه يسرق فكرتك. انا اللي أنا سرق الفكره يسرق الدفتر. فهد خليني من سرق الفكره يسرق الدفتر. فهد تاخذ لي بصوت الله يرحم والديك. خليني اتكلم لان كلها صل علي. اتكلم انا في ذاك ساعه اتكلم يا بني. اخر كلمه والله لا اسكت. الان الفكره حقت الامسيه والقصائد كلها بنات افكار. من سرق الفكره سرق بنات افكار. من سرق الامسيه اسمع، من سرق الأمسية ومن سرق فرحته وعلم بتكسير الصورة. نعم. ولم يعلم زميله. ومن سرق الدفتر هو قاسم. عادي يتهمهم هذه كلها بس. حلو طيب أنا ما سرق قصائدي. ما سرق قصائدي. أبو معيان تفضل. بجاوبك في اذنتين. تفضل. نقطة الأولى. صوتك يا الربع ارفع صوتك. ارفع صوت سالم. لين صوتكم ينزل ويرتفع عندي ترى. ما أدري عندهم. تحدث. النقطة الأولى. النقطة الأولى اللي هي شنار. أولاً شنار. تعاون مع عبد الله الراجح تعاون ايه في الامسيه. ممكن تعاون مع المعد طيب اللي سرق الدفتر. لا لا يا كرم يا كرم يا كرم. لا وقف. ممكن تعاون مع المعد اللي سرق الدفتر. دقيقه يا سالم دقيقه، انا عندي ملاحظه مهمه جدا. يكرم شنار ولا يكرم عبد الله الراجح؟ لان عبد الراجح هو فعلا. دقيقه اسالك سؤال واضح، يكرم شنار ولا يكرم عبد الله الراجح؟ حبيبي اسمعني، احنا نتكلم احنا نتكلم في امور مهنيه بعيدا عن الشخص. انا مو بشخصنا اتكلم مهنيا الان. احترم عبد الله الراجح، اقدره في مقام في مقام اخواني الكبار وعلى عيني وراسي. سالم سالم يعني عشان ما ننجرف للزاويه هذه. لا لا انت الان متهم اتهام صريح، ما تقول ننجرف. لا دقيقه، انت متهم اتهام صريح عده اسم. انا ما اتهمت بعينه. لا انا اقول الاعداد ككل. لا لا اتهمت بعينه. قلت الراجح. عبد الله الراجح اخطبوط له 6000. يا حبيبي يا سالم لا تتركنا من المسميات، خلنا ناخذ الامر الان بجديه ونمسك الامر خطوه خطوه. انت اتهمت عبد الله الراجح اتهام صريح. هل عندك ما يثبت؟ اتهمت فريق الاعداد ككل. لا 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 اتهمتهم ككل. يا حبيبي انت قبل شوي متكلم. هل عبد الله الراجح اللي سرق فلاش عبد الله الحربي؟ دقيقه لا فريق الاعداد ككل. يا عزيزي انا ما نعرف من. يا سالم لا تجيب معلومات مغلوطه على انها حقيقيه. عبد الله الحربي احنا اللي اثرنا موضوع الفلاش حقه. خليك واضح وصريح وجبنا عبد الله وتكلمنا معه. طب ارد؟ بخليك ترد بس ناخذ المعلومات عشان ما تمرر من خلال هذه الغرفه شيء مو بصحيح. ما مررت انا. لا قاعد تمرر. لا لا قاعد اقول الحقائق يا حبيبي. دقيقه لا عبد الله الحربي ما لك دخل فيه. اول شيء فلاشه عبد الله الحربي عشان نقفل هذا الموضوع ما سرقت. فلاشه عبد الله الحربي كانت عند مسؤول المتسابقين يقول بندقق فيها ومعطيه موعد وقام يماطل فيه لين سلمناها عبد الله. مالك علاقه في عبد الله ولا ترمي معلومات انت عشان شفت فلاشه عبد الله تبي تجيب موضوع ثاني. نجي للموضوع الاخر. انت اتهمت اتهام صريح لعبد الله الراجح، اتهام مباشر اللي هو انت تقول اللي سرق الدفتر عبد الله الراجح. لا يا حبيبي قلتها قبل شوي. انا قلت هو من الاعداد وعبد الله الراجح مدير الاعداد. انا سالت اي شيء ينسب للاعداد ينسب لعبد الله الراجح. انا سالتك قلت هل تتهم الاعداد؟ قلت نعم. قلت عبد الله الراجح؟ قلت نعم. نعم لان هو مدير الاعداد. طيب يعني انت تتهم عبد الله الراجح؟ انا اتهم الاعداد. طيب دقيقه ممثله بعبد الله الراجح. اذا في خطا في الاعداد فهو يمثل عبد الله. ايش ايش هدفهم انهم يحاربونك يسرقون دفترك؟ انا لا اعلم. يعني يسرقون دفترك قبل امسيتك بيفشلونك يعني؟ انا عندي سؤال الله يخليك. ليش 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 يا رجال؟ انا رجال اخذ القصيد من هنا ما اخذه من دفتر. طيب يا رجال اللي تاخذ القصيد من هنا يا رجال. نعم. هل الرجال يشكك في الرياجيل بعد؟ اكيد. هل الرجال يتهم الرياجيل ما عنده دليل؟ عندك الكاميرا. انا برجع للكاميرا بس سؤالي. دقيقه يا حبيبي اصبر. ارجع للكاميرا. الله يبشرك بالخير سالم. دقيقه واحده واحده يا حبيبي. هل الرجال يتهم الرياجيل بدون دليل؟
الان انت جاي قدام الناس يا دقيقه يا سالم، لو ما جيت الغلطان قلت لك غلطان، لو ما جيت الكذاب قلت لك كذاب، لو ما جيت السارق قلت لك سارق، راح الدنيا سبهله. انا اوكي بس انا احنا رحنا طعم اوكي الجول. صادق سبهله بس السبهله بعد انك تجي وتقول تتهم الناس وانت ما عندك دليل. قول ما ادري، لو قلت ما ادري فانت بريت نفسك وقلت انا قلت يمكن. انا قلت يمكن. ليش حطيت هذول في دائره اليمكن ما حطيت زملائك؟ زملائي يعني لا تنزههم على الخطا. زملائي على يمناي، زملائك على يمناي اللي درى عن تشقيق صورتك ما بلغك. واللي سحب من هو اللي درى عن تشقيق صورتك؟ علمنا وقته وانت تدري. الشيء الثاني ولا علقت ولا علق بعلمك بعلم. دقيقه انا بعرج على الموضوع هذا يا ابو عبد الله. حبيبي سالم، عبد الله تراكم قاطعتوني 600 مره. لا لا ما قاطعت، انا بتكلم، انا سمعناك بتكلم جعني قاطع. اصبر اصبر بيجيك بيجيك. انا سمعتك بما فيه الكفايه، انا اعلق على اللي قلته انت. والله اني ما تكلمت، تكلمت قاطعني علي، تكلمت قاطعني عبد الفهد. نجي للموضوع ده، زملائك اللي سحبوا عليك في الامسيه الاولى هذول الزملاء. ايوه لا بنجي لا لا ابو عبد الله، والله انك اكبر من الكلمه هذه. انت اللي قلت، انت اللي قلت، والله العظيم انت اللي كتبت بيت فيهم مو انا يا ابو عبد الله. انت اللي كتبت بيت فيهم مو انا، اقسم بالله انك جبت كلام. لا لا انت اللي كتبت، اقسم بالله يا سعود انك جبت كلام منطقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال باموال قوم ودماءهم على المدعي، البينه على المدعي واليمين على من انكر، البينه على من ادعى. الان يا سيدي الفاضل الله يخليك، طب بتكلم ابو معيان. ابو معيان ترى قلت اخر كلمه جعني بتاكم مسكت بخط. سؤال وجواب. لا لا بتكلم ابو معيان. ابو معيان جعني قبل. ابو معيان سمعتك ابو معيان. اسمع سؤال والله مو بحق. سؤال والله، والله العظيم اني باخذك الجواب يا سالم. والله لا اعطيك وقتك، والله لا اعطيك وقتك، والله لا اعطيك وقتك. صادق الان عندي سؤال. تفضل. انت الان يوم سالتك عن الامسيه قلت اخذها الراجح بالتعاون مع شنار، صح؟ نعم. اليس من الممكن ان يكون اخذ الراجح او المعد الدفتر بالتعاون مع شنار؟ لا. ليه؟ ليش هنا إيه؟ ليش شنار لا؟ ما له دخل في الأمسية؟ شنار مو بشاعر ولا هو معنا في الأمسية؟ طيب والأمسية؟ أصبي والأمسية الأولى شنار ما هو ليش شاعر؟ دخل؟ الأمسية الأولى شنار ما هو شاعر ولا له شغل في الشعر؟ نفسها؟ لا شنار كان في الأمسية كان منشد فضبطها بناء على تفضل تحدي عط خلي برر. طيب صل على النبي. أولاً أنت تكلمت فهد أول شيء على الصورة، تكلمت عن الشخص اللي يدربها، اليوم اللي يدربها بتكسر من؟ بندري تعرف، حنا نبغى نصيده بس اصبر. لا هو يعرف، شنار انت تعرف. اه بس الصوره حسنا صادق.